هنبدأ بقى إن شاء الله في الجرامر بتاعنا. أول حاجة خالص، إزاي أعمل جملة في الإنجليزي؟ إزاي أعمل جملة في الإنجليزي؟ قلنا الجملة بتاعتنا في الإنجليزي بتتكون من إيه؟ فاعل زائد فعل زائد مفعول به. طيب يلزمني إيه النهاردة؟ إن أنا أعرف إن الفاعل ده ممكن يكون اسم أو ضمير. المفعول به ممكن يكون أربع حاجات. اسم، ايوه، او صفه او ضمير. بحب انا الناس المذاكره دي، او حاجه، اسم او صفه او ضمير او حاجه. كل اللي انا محتاجه بقى دلوقتي ان انا اعرف الفرق بين ضمير الفاعل وضمير المفعول به. مش احنا قلنا ان الفاعل ممكن يكون ضمير والمفعول به ممكن يكون ضمير برضه؟ طيب نفس الكلام؟ لا طبعا، دي حاجه ودي حاجه، تمام. فهنركن الكلام ده على جنب دلوقتي ونيجي لمين؟ للضمائر. هنقوم عاملين كده، الاسم ضمائر الفاعل ضمائر المفعول به. يعني ايه فاعل ومفعول به؟ فاعل لو انا عملت الحاجه دي، مفعول به لو الحاجه دي حصلت لي. يعني مثلا انا اكلت السمكه، مين الفاعل؟ انا، صح. مين المفعول به؟ السمكه. طب لو السمكه اللي اكلتني، يبقى مين الفاعل؟ مين المفعول به؟ انا، تمام. طيب انا بقى اهي الضمائر بتاعتي، انا، هو، هي، هو او هي لغير العاقل، نحن، انت او انتم، انت او انت او انتما او انت انتن او انتم. بتيجي ضمير مخاطب لاي حد، بتخاطب واحد، بتخاطب اثنين، بتخاطب 10 مليون، بتستخدم مين؟ يو. طيب ومفعول به اللي هم ايه؟ هم. طيب انا يعني ايه؟ اي او مي. الاثنين معناهم انا، بس ايه الفرق بين انا دي وانا دي؟ انا لو انا اللي عملت الحاجه، اي لو الحاجه دي حصلت لي، مي. يعني لو قلت لك مثلا اي مت احمد، مت يعني ايه؟ قابله. فاقول لك انا قابلت احمد، او انا اي هيت احمد، انا ضربت احمد. مين اللي ضرب دلوقتي؟ انا فاعل ولا مفعول به؟ فاعل. يبقى استخدم اي ولا مي؟ اي. طب لو احمد اللي ضربني، يبقى احمد هيت اي ولا هيت مي؟ ابص على نفسي، لو احمد ضربني يبقى مين الفاعل؟ احمد الفاعل. انا هنا فاعل ولا مفعول به؟ مفعول به. يبقى استخدم مي مش اي، يبقى احمد هيت مي، تمام. فلو قلت لك اهو اي هيت. طيب ناخد الاول هو يعني ايه؟ هي. طب لو هو مفعول به؟ هم. طيب لو هنا يا سيدي بقول لك انا ضربته، اقوم باصص مين الفاعل؟ انا. مين المفعول به؟ هو. طب هو بقى استخدم هي ولا هم؟ هم. ليه كابتن؟ صباح الخير. استخدم ايه؟ هم، لان هو هنا مفعول به مش فاعل. انا الفاعل، استخدمت اي. هو مفعول به، استخدم ايه؟ هم. يبقى اي هيت هم. طب لو هو اللي ضربني، ضرب يعني هت اهي، ايوه ضرب يعني هت. اي هت هم، انا الفاعل، انا اللي ضربته، هو مفعول به. طب لو هو اللي ضربني، هو يعني ايه؟ هي او هم. طب هو هنا فاعل ولا مفعول؟ هو اللي ضربني، يبقى مين الفاعل؟ هو. يبقى استخدم هي ولا هم؟ هي، ضمير فاعل اهو، يبقى هي هت. انا بقى هنا هو اللي ضربني، يبقى مين المفعول به؟ مي مش اي. اي لو انا الفاعل، امال انا هنا انا اللي ضربت، يبقى هي هيت مي، تمام كده. يبقى اي هيت هم، انا ضربته، انا الفاعل فاستخدمت ضمير فاعل، هو هنا مفعول به فاستخدمت ضمير مفعول به. هي هيت مي، هو اللي ضربني، هو الفاعل فاستخدمت ضمير فاعل اللي هو ايه؟ هي. طيب انا هنا مفعول به مش فاعل، فاستخدمت ايه؟ مي. يبقى اي في الفاعل بتبقى مي في المفعول به، وهي في الفاعل بتبقى هم في المفعول به، تمام كده؟ ماشي. اللي بعده، هي يعني ايه؟ شي. طب لو هي مفعول به؟ هير. طيب هو هو غير العقل؟ ات. لو مفعول به؟ ات برضه. طيب نحن؟ وي. طب لو مفعول به؟ اس. الله يصلح حالك. طب انت او انتم؟ يو. مفعول به؟ يو زي ما هي. يبقى الات واليو بيفضلوا زي ما هم.
طب هما يعني ايه؟ زي بتبقى ايه؟ زم. طب في جمله كده في فيلم بوحه، ضربونا يا بوحه، مين اللي ترجمها لي؟ ضربونا، هما ضربونا. زي ايوه هت احنا زي هت ايه؟ ضربونا مش ضربوه قص. ايوه هما هنا الفاعل، هما اللي ضربونا صح؟ يبقى هما الفاعل فاستخدم ايه؟ زي. واحنا اللي ضربنا يبقى احنا فعل المفعول به؟ مفعول، فاستخدم احنا بس ضمير مفعول اللي هو ايه؟ قص. يبقى زي هت قص هما الفاعل احنا مفعول به. طب لو احنا بقى رحنا الجيم كده 5 7 سنين ماشي، وبعدين واحنا ضربناهم. ايوه يبقى احنا الفاعل احنا اللي ضربنا المره دي، بستخدم وي ولا اس؟ وي. ها هت. طيب هما هنا اللي ضربوا دلوقتي صح؟ يبقى استخدم زي ولا زم؟ زم. يبقى وي هت زم، احنا ضربناهم. تمام. طيب لو قلت لك هناخد مثلا هي وشي مع بعض، هو ضربها يبقى هي هت ايه؟ هير. هير مش هير، هير. هي هت هير هو الفاعل، هي مفعول به. طيب طلعت مفترية وصحتها حلوة قامت ماسكة ضرباه. ايوه يبقى هي الفاعل، يبقى شي ها هت هي ولا هم؟ هم، لان هو هنا بقى مفعول به خلاص، هو هنا كان فاعل وشايف نفسه تمام، هنا اتضرب وبقى شكله وحش خلاص. يبقى شي لو فاعل تبقى هير لو مفعول به، هي لو فاعل بتبقى هم لو مفعول به. تمام. سهله ولا فيها مشكله؟ اظن ما فيش اي حاجه صح. طب حد مش فاهم دلوقتي بقى نتكلم عن الملكيه كلها. عموما الملكيه اول حاجه خالص عندي اسم الملكيه. اسم الملكيه معناه ايه؟ معناها ان ما بعدها ملك لمن قبلها. يعني ايه ما بعدها ملك لمن قبلها؟ يعني ايه برضو؟ لما اقول لك مثلا this is احمد's car، لو شلت الاس دي قلت لك احمد كار بقت احمد عربيه. تمام. امال احمد's car معناها ان ما بعدها ملك لمن قبلها، ده اللي انا بقوله، بقت عربيه احمد. تمام. يبقى بتيجي بعد المالك احمد هيكون عربيه. لا لو قلت احمد از كار احمد يكون عربيه. امال الاس دي بسميها اس الملكيه، تبقى ابوستروف اس. تمام. ومبقاش في مسافه بينها وبين اللي بعدها. بقول ايه؟ احمد كار معناها عربيه احمد. تمام. معناها ان اللي جاي بعدها ملك للشخص اللي قبلها. ده بتيجي دايما بعد المالك، ابوستروف اس بتاعتها ايه؟ بعد المالك وقبل المملوك. بعد المالك وقبل المملوك. طيب الملك ده لو هو مفرد بعمل ابوستروف اس. طب لو جمع اس ابوستروف، بس خلي بالك لو جمع منتظم بعمل اس ابوستروف. طب مش احنا خدنا جمع الحصه اللي فاتت؟ الجمع مش مثلا children جمع منتظم ولا غير منتظم؟ الجمع المنتظم اللي احط له اس في اخره ده بسميه جمع منتظم. امال الجمع غير منتظم زي مثلا child children woman women man men. تمام. لما قلت لك مثلا ايه نادي الرجال مثلا، فهكتب men's club دي اقول ايه؟ اي men وابوستروف اس برضو وبعدين ايه club، مع انها جمع بس جمع غير منتظم. جمع مفيش في اخره اس، بمعنى صح جمع مفيش في اخره اس، يعني جمع مان من مفيش في اخره اس سيد، فاعمل ايه ابوستروف اس. يبقى نادي الرجال بمعنى ان دي ملك ما بعدها ملك لمن قبلها. طب لو الجمع بتاعي منتظم، يعني مثلا قلت لك ايه بويز تويز، وقلت لك بويز تويز، ايه الفرق بين الجملتين دول؟ تويز يعني العاب. تويز يعني العاب. ها العاب العاب تويز جمع. ايوه العاب. ايوه بالظبط. لو لقيت اس الملكيه دي ابوستروف اس يبقى المالك مفرد، لو لقيتها اس ابوستروف يبقى المالك جمع. يعني الجمله الاولى دي بويز تويز العاب الولد، الجمله الثانيه بويز تويز برضو العاب الاولاد، يبقى الملك هنا جمع. يبقى الملك هنا جمع.
تمام؟ لو لقيتها اس ابوستروف، امال ابوستروف اس يبقى الملك مفرد. بس خلي بالك لو جمع غير منتظم يعني جمع ما فيش في اخره اس بخليها ابوستروف اس زي ما هي. تمام؟ طب لو غير عاقل ما بحطش اس ابوستروف ولا ابوستروف اس. فمثلا يقول لك ايه؟ ذا مثلا دور كي مفتاح الباب، ما اقولش دورز كي، دور كي على طول، ذا دور كي مفتاح الباب. تمام؟ ما بحطش لا ابوستروف اس ولا اس ابوستروف. ده مع غير العقل. يبقى انا عندي اشكال الاسم الملكيه. اول حاجه لو عندك المالك مفرد، مالك مفرد زي ده فاعمل ابوستروف اس. لو الملك جمع اشوف الجمع بتاعي، لو منتظم بعمل اس ابوستروف. يعني ايه منتظم؟ يعني جمع بياخد اس في الاخر. لو جمع غير منتظم بعمل ابوستروف اس زي المفرد بالظبط. لو جمع اصلا اخره اس، يعني مثلا بويز اهي، لما اجي احط لها كمان ابوستروف اس، يعني كلمه بويز يعني اولاد، عايز احط لها اسم اقول ايه؟ بويزس؟ لا، قال لك خلاص حط الابوستروف بس وشيل الاس. واحنا المفروض احنا نفهم لوحدنا. ده لو الملك جمع زي ما قلنا بعمل اس ابوستروف زي دي، مش يقولوا لي بويز تويز دي العاب الولد، بويز تويز دي قلنا العاب الولاد، يبقى ابوستروف اس يبقى الولد واحد، اس ابوستروف يبقى ايه؟ ولاد. طيب ذيس از احمد كار. طيب لما قلنا ذيس از احمد كار ده عربيه احمد، طب مش ممكن اقول بدل ما اقول عربيه احمد اقول عربيته؟ عربيه مين دي؟ تقول لي عربيته او بتاعته، صح؟ يبقى ده شكل ثاني للملكيه. مش لما اقول لك مثلا عربيه مين دي؟ فاقول لك ايه؟ عربيتي، صح؟ هي الملكيه ايه؟ او بتاعتي. مش انا بتكلم بالعربي لسه ما قلتش بالانجلش، ماشي؟ قلت ايه؟ عربيه مين دي؟ اقول لك ايه؟ عربيتي هي الملكيه ايه، صح؟ او ممكن اقول لك العربيه دي بتاعتي، بتاعتي دي بتاعت ملكيه، صح؟ طيب دي اللي بسميها بقى صفه الملكيه وضمير الملكيه. ايه الفرق بين صفه الملكيه وضمير الملكيه؟ صفه الملكيه زي الياء الملكيه اللي انا جبتها في الاخر دي، قلت ايه؟ عربيتي او عربيتي، صح؟ او بتاعتي، بتاعتي دي اسمها ضمير ملكيه. فبالانجلش بعملها ازاي؟ ملكي او بتاعتي الياء الملكيه بقى اقول ايه؟ ماي. طيب لو ضمير ملكيه ماين. طيب هز ملكه او هاء الملكيه برضو اقول ايه؟ عربيته، بيته، مدرسته. تمام؟ هاء الملكيه اللي جت في الاخر دي هز. طب لو ضمير ملكيه هز زي ما هي. طب لو ملكها او بتاعتها هير اقول هيرز. ما انا هقول لك اهو، لا في دي زي بعض، هتعرفي من جمله بقى. تمام؟ هير هيرز اتس وملهاش ضمير ملكيه، يور تبقى يورز، زير تبقى زيرز، اور بتبقى ايه؟ اورز. تمام؟ دي صفات الملكيه وضمير الملكيه. استخدمهم ازاي بقى؟ وده الاهم. دي معناها ايه؟ دي معناها ملكي. العربيه دي ملكي او العربيه دي بتاعتي يبقى ماين. دي اللي هي ياء الملكيه. امال دي ملكي. يعني لما اقول لك ايه؟ اتس ماي كار. ترجمتها ايه؟ انها سيارتي. الياء البقى اللي في الاخر دي اللي هي ماي. تمام؟ طب لو عايز اقول العربيه دي بتاعتي فاقول ايه؟ This car العربية دي is mine ملكي. هذه السيارة ملكي. تمام؟ طيب ايه الفرق بينهم؟ my او صفات الملكية كلها بيجي بعدها المملوك، ضمائر الملكية كلها لا تحل محل صفة الملكية زائد المملوك. يعني دي بتيجي مكان صفة الملكية المملوك. فقلت ايه؟ ماي كار دي كلها ممكن اشيلها احط مكانها ايه؟ ماين. يبقى ضمير الملكية ما بيجيش بعده حاجة اولا، وبيحل محل صفة الملكية والمملوك. تمام؟ طيب اللي بعدها لو قلنا مثلا ايه؟ هز. نفس الكلام. ذس از his house او this house is his. this is his house. هنا his دي الاولانيه اللي جاي بعدها المملوك، يبقى ايه؟
صفه ولا ضمير؟ صفه ملكيه وضمير ملكيه. صفه هي اللي بيجي بعدها المملوك، امال دي جايه في الاخر ضمير ملكيه. تمام. طيب اعرف منين بقى او حته ايه اللي يخليني اكتر اميز بين صفه الملكيه والمملوك؟ يعني لو قلت لك ايه ماي كار از نيو، الفكره الجديده اسمها نيو او نيو عادي، ممكن اقول في امريكا بقولها نيو، في بريطانيا بقولها نيو. فاقول لك زي ماي كار از نيو، تمام، ايه از اولد، يو ولا يور ولا yours ولا our مثلا. yours ليه yours مش your؟ هو انا ما ينفعش يو، ما ينفعش اقول لك انت قديم، ما ينفعش our، تمام، فاضل لي your و yours. ليه ما قلتش your؟ ليه استخدمت yours؟ بالظبط، عشان مش جاي بعدها مملوك، قلت ايه yours، اللي هي ايه yours دي مكان ايه؟ مكان your car، بدل ما اقول your car على بعضها قلت ايه yours، عشان احنا قلنا ان هي تحل محل صفة الملكية والمملوك، صح؟ طيب فقلت لك ايه نفس الجملة، لو قلت لك my car is new، ايه car is old، هنا نقول ايه بقى؟ your. ليه يا عم؟ عشان عندي مملوك اهو، يبقى يجي قبله صفه ملكيه. مفيش عندي مملوك، بستخدم ضمير الملكيه هو اللي بيحل محل الاثنين. وصلت الفرق بين دي ودي؟ طيب هير يعني ملكها او بتاعتها سيارتها. طيب هيرز يعني ملكها، هز دي يعني ملكه، وديتها بتاعت الملكيه برضه، اتس يعني ملك او ملكها لغير العاقل وما لهاش ضمير ملكيه. ما ينفعش تيجي في اخر الجمله، لازم اقول اتس كذا، اتس فود، اتس واتر، اتس اي حاجه، اتس هاوس. تمام. طيب يور قلنا يعني ايه؟ ك الملكيه، ملكك، عربيتك، بيتك، مدرستك. تمام. طيب يورز يعني ملكك. طيب زير هم، بيتهم، مدرستهم، عربيتهم. تمام. طيب زيرس يعني ملكهم. اور نا الملكيه برضو، بيتنا، مدرستنا، اصحابنا، سيارتنا. طب اورز يعني ملكنا. تمام. طيب لو جيت مثلا قلت لك ايه نقط سكول از نير، طيب اي زي ولا زير ولا زيرس ولا اورز؟ عندي مملوك نوت، يبقى استخدم صفة ملكية، يبقى ايه؟ زير سكول از نير، مدرستهم قريبة. عندنا حاجة اسمها adverbs of frequency او ظروف التكرار. احنا قلنا المضارع البسيط بيعبر عن عادة دايما او بيعبر عن حاجة على طول بتحصل، صح؟ طيب في بعض الظروف بقى بتيجي بتضاف قبل الفعل، تمام، عشان تعرفني مدى تكرار الحاجه دي بتحصل قد ايه، بتحصل على طول ولا ساعات ساعات ولا دايما ولا نص نص ولا بتحصلش اصلا. دي بسميها ظروف التكرار. اول حاجه عندي always. always يعني ايه؟ دايما، حاجه على طول بتحصل. يعني مثلا انا بروح المدرسه 6 ايام في الاسبوع، تمام، لو الست ايام بروحهم مثلا ماشي، فاقول لك ايه؟ I always go to school on foot. I always go to school on foot. I always go to school on foot. طيب اللي بعدها اسمها ايه؟ usually. لا اسمها usually. usually قلنا ال S U A بتنطق جا. usually usually usually. تمام. usually دي الا مثلا لو انا 5 ايام بروح ماشي واقعد احوش في مصروفي كده لحد ما اكول احوش لي 5 جنيه اقوم رايح يوم بتوك توك. تمام. فاقول ايه؟ I usually go to school on foot. تمام. طيب often مثلا هنقول 4 على 6، تمام، فاقول ايه؟ I often go to school on foot. طيب sometimes ساعات ساعات،
يبقى ايه؟ 3 على 6 3 ايام كده وثلاث ايام كده نص نص زي ما بيقولوا. فاقول اي ها sometimes go to school in fat. هي هي كلهم بيجوا قبل مين؟ قبل الفعل اهو. طيب rarely او seldom او hardly ever الثلاثه معناهم نادرا، يعني 1 على 6 حاجه قليل قوي ما بتحصل. تمام؟ فاقول ايه؟ الثلاثه نفس المعنى. I rarely go to school in fat. I seldom go to school in fat. I hardly ever go to school in fat. الثلاثه معناهم نادرا قليل قوي. الثلاثه نفس المعنى rarely seldom hardly ever. rarely seldom hardly ever الثلاثه معناهم ايه؟ نادرا قليل قوي. تمام؟ طيب never معناه ايه؟ 0% 0 على 6 حاجه ما بتحصلش خالص. فاقول لك ايه؟ I never get school in foot. عمري ما بروح المدرسه ماشي، بروح بالموتوسيكل. خلاص؟ فاقول ايه؟ I never get school in foot. I never get school on Friday. تمام؟ يبقى حاجه ما بتحصلش ابدا. طيب الكلام ده كله عارفينه، ايه المهم بقى في اللي انا او ايه اللي انا محتاجه؟ قال لك يا سيدي عندك ثلاث حاجات مهمين جدا لازم تخلي بالك منهم قبل ما تستخدم ظروف التكرار. ايه هما؟ ايه هما؟ مكانهم بيجوا فين؟ قال لك يا سيدي بيجوا قبل الفعل الاساسي اللي هو الفعل العادي وبعد verb to be. قبل الفعل الاساسي وبعد verb to be يعني ايه؟ يعني لو قلت لك مثلا I او مثلا he comes late قلت لك حط لي always ها؟ قول الجملة. he always comes late هنحط بعد مين؟ احنا قلنا قبل الفعل الاساسي مش الفعل اهو؟ مش ده الفعل؟ بتيجي قبله يبقى he always comes late. طيب لو قلت لك he is late ما هي he comes late بيجي متاخر، he is late هو متاخر، جاي بعدها صفه اهي فالموضوع بسيط برضه. قلت لك حط لي برضه always. قلنا بتيجي فين بقى؟ بعد verb to be. يبقى ايه؟ He is always late. برافو. He is always late. هو دايما متأخر. يبقى هنا جاي فعل عادي فتيجي فين؟ قبله. هنا verb to be فتيجي فين؟ بعده. تمام؟ يعني لو فعل عادي اللي هو come و eat و go و play و study و drink والحاجات دي تيجي قبله. verb to be بس تيجي بعده. دو برضه تيجي قبله، أي فعل ما عدا verb to be بتيجي قبله، verb to be بالذات اللي هو am with or was aware بتيجي بعده. ما هو حتة الكلمات الدالة اللي يقول لك إيه؟ الكلمات الدالة على الزمن كذا، حتة الكلمات الدالة دي بلح. آه طبعًا، يعني مثلًا في أغنية كده يقول لك إيه؟ I will always be with you، I'll always be with you، أنا I will always be with you، فجاي في المستقبل عادي. فما اجي اقول لك مثلا واحد صاحبي ومات مثلا اقول لك ايه؟ He was always my best friend. كان احسن صاحب ليا طول عمره. He was always كان دايما. تمام؟ فممكن تيجي في المضارع، ممكن تيجي في الماضي، ممكن تيجي في المستقبل، فحته ان هو يقول لك ايه ده الكلمات الداله على الزمن ودي بتيجي مع زمن كذا ودي بتيجي مع الزمن كذا. يعني مش دايما، ساعات بتبقى صح وساعات بتبقى بلح، ملهاش اي لازمه. طيب دي اول حاجه قلناها. قلنا ان هو بيجي فين؟ قبل الفعل الاساسي وبعد verb to be. تمام؟ طيب تاني حاجه خلي بالي منها ان هو ايه؟ لا يؤثر على وضع الاس مع هي وشي وات. يعني هنا قلت لك ايه؟ he comes late صح؟ قلت هنا ايه؟ he comes late طبعا ما هيش وقت قلنا بحط الاس للفعل صح؟ فحطيت الاس بتاعت الفعل. طب قلت هنا he always comes late برضه صح؟ ملهاش دعوه. يبقى ما هيش وقت برضه بحط ايه؟ اس للفعل عادي ملهاش دعوه، مش ان انا حطيتها مثلا في شيل الاس زي دو داز، لا دي ملهاش دعوه. فعل اتحط له اس حط له اس، ما تحطلوش اس ما تحطلوش.
يبقى ما لهمش دعوه سواء موجودين او مش موجودين. ما هيش يبقى بحط اس سواء في ظرف من ظروف تقاردي او ما فيش. خلاص هنا حطيت الاس بتاعتي عادي خالص وهنا حطيت الاس بتاعتي عادي خالص. تمام تمام. ثالث حاجه بقى واهم حاجه ما حدش تغبط ما حدش ينساها، نيفر تعطي معنى النفي في الجملة المثبتة. never تعطي معنى النفي في الجملة المثبتة. يعني لو قلت لك مثلا هديكوا جملة he doesn't come او he doesn't مثلا drink juice. اه نيفر اصلا بتدي معنى النفي بس لازم يكون الجمله مثبته، ما بيجيش مع نفي ما بيجيش مع نوت. طيب الجمله دي عايز استخدم فيها نيفر. ايوه اول حاجه اعملها عشان احط نيفر هي لازم تيجي في جمله مثبته. طب انا عندي هنا نفي، لا اشيل النفي ده يبقى هي. طيب نيفر قلنا بيجوا فين؟ قبل الفعل الاساسي وبعد الفيرب تو بي. طب انا عندي فعل اهو يبقى اجيبها قبله، يبقى هي نيفر درينك. بس خلي بالك ده هي، يبقى احط الفعل اس. طب ما حطيتهاش هنا ليه؟ عشان عندي doesn't، يبقى هي never drinks juice. وصلت؟ يبقى انا تاني هنا قلت هي doesn't drink juice، ما بيشربش عصير، ما بيشربوش خالص. احنا قلنا بيستخدم مضارع بسيط للعاده، مش معناه ان هو ما بيشربش دلوقتي، لا معناه ان هو ما بيحبوش اصلا ما بيشربوش. فقلت لك ايه؟ هي doesn't drink juice. عايز استخدم never، اول حاجه never ما بيجيش مع نفي ما بيجيش مع not، فشلت doesn't او don't اي كان بقى او isn't او aren't. تمام تاني وشلت doesn't وحطيت ايه؟ never. وبعدين drink لما اجي اكتبها زي ما هي افتكر كده ان انا كان عندي he صح، وهي مش وقت بياخد الفعل زائد s، ما حطيتهاش هنا عشان doesn't. طب هنا قلنا دي ملهاش دعوه لا تؤثر على وضع الاس للفعل، فلو عندك هي او شي او ات واستخدمت اي ظرف من ظروف التكرار والفعل محتاج اس حط له اس ملهاش دعوه. يعني هي مش بتاثر على الاس بس ولا ما بتاثرش على الاس؟ لا ملهاش دعوه لا اس ولا اي اس ولا اي اس ملهاش دعوه. يعني مثلا عندك فعل ستاديز مثلا هي ستاديز انجلش، هي يوجوالي ستاديز انجلش زي ما هي ماليش دعوه بيها. تمام. طيب لو قلت لك مثلا هي ازنت ليت وقلت لك حط لي نيفر، ها هي ازنت ليت عايزين نحط نيفر. ايوه علشان الفيرب تو بي. ايوه يبقى هي قلنا ما ينفعش نفر تيجي مع نوت. طيب هشيل ازنت على بعضها، ده هي الفعل الاساسي عندي لان جاي بعضها صفه، هي الفعل الاساسي هشيلها الجمله اخلي الجمله من غير فعل ما ينفعش. فاول اشيل مين؟ نوت لوحدها. طيب عندي فيرب تو بي فظروف التكرار بتيجي فين؟ فين؟ بعده. يبقى هي از نيفر ليت. تمام هنا كان فعل عادي فجبتها قبله، امال الفيرب تو بي تيجي فين؟ بعده. بس دي اهم ثلاث حاجات نخلي بالنا منهم في ظروف التكرار. اول حاجه بتيجي قبل الفعل الاساسي وبعد فيرب تو بي. ثاني حاجه ملهاش دعوه بالاس، يعني ما هيش وقت تحط اس عادي او اي اس او اي اس. ثالث حاجه قلنا ان هي بتعطي معنى النفي في الجمله المثبته، بتدي معنى النفي في الجمله المثبته، يعني ما بيجيش معاها نوت لا isn't ولا aren't ولا don't ولا doesn't ولا اي حاجه فيها not. تمام هنا شلت doesn't على بعضها لانها فعل مساعد، امال هنا ما ينفعش اشيل is، فشل isn't على بعضها لان is هنا فعل اساسي فبشيل النفي بس بتاعها. تمام يبقى هي is never late عمره ما بيبقى متاخر. تمام كده فاهمه فاهمه فاهمه؟ حد مش فاهم حاجه؟ طيب اول حاجه اللي هو الان قلنا بتيجي مع المفرد سواء اثبات او نفي او سؤال. طالما مفرد يبقى احط له مين؟ ايه او ايه. تمام؟ طيب عندي صم بتيجي مع مين يا عم الحاج؟ بتيجي اولا في الاثبات وكمان بتيجي مع مين؟ مع العرض والطلب. طب بتيجي مع مين اصلا؟ جمع او لا يعد. تمام كده؟ اثبات وعرض وطلب بتيجي مع مين؟ مع الجمع او متعدش ياخد صم. طب اني بتيجي مع النفي بتيجي مع مين؟ مع النفي
والسؤال. طب بستخدمها مع مين؟ مع عقد ومع جمع او لا يعد. يبقى انت لو لقيت عندك مفرد يبقى على طول ايه او ان، سواء اثبات او نفي او سؤال، ومفرد بستخدم ايه او ان. طيب جمع وما بيتعدش ابص عليه، لو انا بستخدمها في جمله مثبته او عقد وطلب احط صم، نفي او سؤال احط مين؟ اني. اني مش اني، اني اني اللي هي تنطق اذا ما هي عشان معها واي. تمام. فانا اقول لك مثلا ايه، زير از وزير ار اهي. زير از معناه ايه؟ يوجد. بتيجي مع مين؟ مفرد ولا يعد. تمام. زير ار بتيجي مع مين؟ ما اسمها يوجد برضه. بتيجي مع مين؟ مع الجمع بس. بخلي بالك انت عندك في حاجات بتيجي مع مفرد ولا يعد، في حاجات بتيجي عندك مع جمع ولا يعد. فانت عندك مفرد بياخد مين؟ هناخد بقى على اليمين ايه وان وصام واني، وعلى الشمال هناخد ايه؟ زرز وزرار. هنكتبها كده بصوا اهو، مفرد جمع ولا يعد، ونقسمها مع بعض واحده واحده كده. اول حاجه هيجي معايا ايه؟ مفرد قلنا ايه او انا على طول. تمام. طيب هنا ايه او ان برضو. طيب جمع ده هنقول مثلا هنا ايه؟ اثبات ونفي، وهنا نقول ايه؟ سؤال. طيب الجمع بيجي مع مين؟ لا دي الجمله برضو بيجي مع ايه؟ there is. بتيجي مع المفرد ولا يعد، there is. جمع بياخد مين؟ there are. خلاص يبقى there is مفرد وما بتعدش، زرار مع الجمع. طيب ايه الحاجات اللي بتيجي معاها؟ ايه وان. طب الجمع بيجي مع ايه؟ سم في السؤال واني في النفي. طب ولا يعد بياخد سم في السؤال واني في النفي برضه. ماشي. نعمل جمله بقى وخلاص. قلت لك مثلا يا عم there is some juice. juice مفرد ولا يعد؟ لا يعد. فحطيت معاه سم، بتيجي مع جمع ولا يعد عادي، بس طبعا ما ينفعش ياخد ايه او ان. تمام. طب قلت لك حط لي ايه او ان بقى، ها قولي. there is a cup of juice, a glass of juice, a liter of juice, a bottle of juice, a can of juice. اي حاجه ينفع العصير يتحط فيها. فتقول لي there is برضو، لان برضو احنا مفرد، a can of juice. طيب قلت لك حط لي ار. زير ار ايه؟ ايوه. هتقول لي طالما ار يبقى حط زير ار. طب زير ار بيجي مع مين؟ مع جمع او ما بتعدش؟ مع جمع بس. راحت فين زير ار؟ مع جمع بس. يبقى زير ار ايه؟ كانز. حول لي اكان دي لمين؟ لكانز اوف جوس. ممكن نفس الكلام بس ما اجيبلكش الجمله في النص دي، اقول لك زير سام جوس واقول لك حط لي زير ار. يبقى نفس الكلام، هتجيب لي برضه اداه قياس وتخليها جمع عشان تاخد ايه؟ ار. طيب فقلت لك ايه؟ there are cans of juice. طيب قلت لك يا عم حط لي، ابدا لي ب ار. ها؟ ايوه. are there any cans of juice؟ يعني بتيجي في السؤال والنفي. are there any cans of juice؟ هل في اي كنزات عصير؟ خلي بالك اني بتوقف فين؟ في السؤال، وكنز جمع بيجي معاها مين؟ زير ار في الجمله وار زير في السؤال. حلو جميل. جاوب يس. ها؟ يس زير ار سام كنز اوف جوس. برافو. يس زير ار سام كنز اوف جوس. طب ليه سام؟ لان جمله مثبته وعندك جمع، فبيجي مع الاثبات. فين صم؟ تيجي مع الاثبات والعقد والطلب في جمع ولا يعد. فانا عندي جمع فاحط صم، وجمله مثبته احط صم. طب جاوب بنو. نو زير ار انت اني كانز اوف جوس. برافو. يبقى نو زير ار تبقى زير ارنت، وصم ما بيجيش في النفي. مين اللي بيجي في النفي؟ مع جمع او لا يعد اني. يبقى زير ارنت اني كانز اوف جوس. No, there aren't any cans of juice. تمام؟ طيب احنا هنا سألنا بمين؟ Are there any؟ امتى تستخدم صم بقى؟ احنا قلنا صم في الإثبات والعرض والطلب. يعني ايه العرض والطلب؟ يعني لما أقول لك ايه؟ What do you like؟
تحب او عاوز what do you like او do you want او what about. تمام كل دول ولتس برضو كل دول عرض كل دي عروضة هو بعرض عليك كلهم ياخدوا مين some بس مع مين انا ممكن اقول لك ايه what do you like مثلا a cup of tea ممكن يجي بعدها مفرد فاخد ايه او ان امال لو جاي بعدها جمع او لا يعد يبقى مين some يبقى اقول لك ايه what do you like مثلا some juice او what do you like some pens تاخد لك شويه قلم تمام انا راجل مثلا مدرس فمش عازم عليكم بحاجه ايه اللي في ايديا اقول لكم خدوا لكم شويه قلم مثلا فاقول لك ايه would you like some pens تاخدوا لكم شويه قلم وانتم ماشيين would you like some box would you like some english هو انجلش لا يعد برضه فاقول لكم would you like some english او do you want او what about او let's كل دول بيجي بعدهم some بس مع جمع ولا يعد بس طيب الطلب اقول لك ايه can i have اما اجي اقول لك what do you mind عندك مانع mind هنا مش معناه مخ mind هنا معناه يمانع what do you mind عندك مانع مثلا if i اه mind معناه مخ او عقل brain هي المخ مولا mind معناه العقل فاقول لك ايه what do you mind هنا معناه هل تمانع if i take مثلا some juice استخدمت some ليه لان ده طلب بطلب منك بس ترى مؤدبه شويه فبقول لك ايه can i have انا عايز شويه عصير ممكن اخد شويه عصير فاقول لك ايه what do you mind if i take some juice عندك مانع يعني ممكن بعد اذنك كده اخد شويه عصير اللي هو مؤدب زياده عن اللزوم يعني فاقول لك ايه what do you mind if i take كذا او can i have او can i take تمام او ممكن اقول لك i want على طول انا عاوز ما هو ده طلب يعني مثلا تروح البيت طبعا مش تقول لماما ماما بعد اذن حضرتك ممكن يعني ماما شوت عصير فايه اي وانت سم جوس اي وانت برضه ايه طلب فاقول ايه سم جوس مفهومه خش على بعده لا طب خلاص خلاص بس 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 عندي بعد كده المضارع المستمر او قبل ما ابدا في المضارع المستمر قبل ما اقول اي حاجه كلمه مستمر لو لقيتها بدور على حاجتين ايه هما قلت لكم قبل كده ايوه وفيرب تو بي كلمة مستمر لقيتها في اي زمن مضارع ماضي مستقبل اي حاجة مستمر بدور على الحاجتين دول verb to be اللي هو am is or are or was or were or ing تمام طيب عندي مضارع مستمر اهو المضارع خلي بالك مضارع المستمر مضارع قلنا احنا بندور كلمة مستمر لو لقيتها بدور على مين verb to be or ing صح verb to be or ing verb to be طب انا عندي مضارع يبقى verb to be في المضارع اللي هو مين am او is او are ing اللي هو الفعل زائد ing تمام واجيب في الاول طبعا الفاعل وبعدين المفعول به قلنا الفعل والمفعول به ما لهمش دعوه بالزمن ثابتين الفعل اللي هو اللي بيشغل الزمن كله بيبقى على الفعل هو اللي بيحدد لي الحدث والزمن تمام فجبت لك اهوت قلت لك مستمر يبقى ايه verb to be ing طب لو ماضي مستمر يبقى verb to be ing برضو بس verb to be في الماضي تمام فعندي في المضارع اللي هو was where في المضارع طبعا الاي بتاخد مين ام عكس ام ام not بس طيب اللي هي والشي والات بياخدوا مين is عكس is not او isn't ممكن اعملها not او ان apostrophe t is not او isn't الوي واليو ازاي ايوه بياخدوا or عكسها are not او aren't تمام طبعا زائد الفعل زائد ing طب قواعد اضافه الاي ان جي امتى احط ان جي او احطها ازاي قال لك اول حاجه لو الفعل انتهى بايه بشيلها لو الفعل انتهى بايه بشيلها يعني مثلا verb زي come تبقى ايه coming تمام تمام طب لاف لا ما ينفعش اصلا تستخدم افعال الحس والادراك او الافعال الشعوريه ما بيجيش في زمن المستمر ليه يا عم الحاج لان انت لسه قايل لي من خمس دقائق في الفيديو بتاع الماضي البسيط ولما جينا ناخد المضارع البسيط قلنا ايه المضارع البسيط دائم والمضارع المستمر مؤقت فالافعال الشعوريه ما ينفعش تبقى مؤقته ما ينفعش اقول اي ام لافينج يو يعني انا بحبك دلوقتي طب كمان ربع ساعه اكرهك او من ربع ساعه كنت بكرهك لا الحب والكره والافعال الشعوريه او الادراكيه ما بتنفعش تبقى مضارع مستمر ما ينفعش تيجي في زمن مستمر اصلا بتيجي في بسيط لان هو اللي بيعبر عن عاده او حاجه دايمه مش قلنا المضارع البسيط دائم والمضارع المستمر مؤقت
طيب الحب والكره ده دائم ولا مؤقت؟ دائم. يبقى بسيط مش مستمر. فما ينفعش اقول I am loving you، لا I love you. I am hating you، لا I hate you. تمام؟ بكره حد، بحب حد، كلام من ده. تمام؟ think برضه يفكر ويعتقد، صح؟ لو جاي يفكر استخدمها مضارع مستمر عادي، لو جاي يعتقد لا ما ينفعش. يعني مثلا اقول لك ايه؟ I'm thinking of you. I'm thinking of you. بفكر فيكي. تمام؟ I am thinking. ففعل عادي، انا دلوقتي قاعد بفكر. تمام؟ امال ايه؟ I think you are clever مثلا. I think you're clever. بتهيألي انك شاطرة او اعتقد انك شاطرة. ما ينفعش اقول I'm thinking you're clever. انا دلوقتي بعتقد انك شاطرة وكمان ربع ساعة هغير اعتقادي. لا. يبقى الافعال اللي فيها ادراك او حس او الافعال الشعورية اللي بتعبر عن مشاعرنا واحاسيسنا ما ينفعش اجيبها مستمر. بتيجي دايما في زمن البسيط. لان ببساطة المضارع البسيط هو اللي بيعبر عن الحاجات الدائمة. والافعال الشعور دايما بيبقى دائم مش مؤقت. فما ينفعش يجي في مستمر. ما ينفعش اقول I am loving. ما ينفعش اقول I'm hating. تمام كده؟ ايه؟ لان فعل اخره اي، قلنا بنشيل اي ونحط ايه؟ اي ان جي. طيب لو الفعل انتهى بحرف ساكن يسبقه حرف واحد متحرك، بضاعف الحرف الاخير واحط اي ان جي. يعني مثلا رن، اللي هو يكون اخره ايه؟ ساكن متحرك ساكن، بجيبها من الشمال كده، ساكن متحرك ساكن. في الحاله دي بضاعف الحرف الاخير، يعني اعمله كمان مره وبعدين احط اي ان جي. سويم نفس الكلام، ساكن متحرك ساكن، يبقى ضاعف الحرف الاخير واحط ايه؟ اي ان جي. طيب لو فعل اخره ساكن متحرك متحرك مثلا زي كلين، لا احط اي ان جي بس، لانه منتهي بساكن بس قبله اتنين متحركين، لا احط اي ان جي ما بضاعفش. يبقى ضاعف امتى؟ لو منتهي بحرف مشدد، مشدد اللي هو عليه شده، رن سويم. او بمعنى اصح لو انت مش عرفت هو مشدد او لا، او مش عارف تستنتجها، بص هتلاقي عندك ساكن متحرك ساكن ضاعف الحرف الاخير. يبقى بمعنى اصح منتهيه بحرف مشدد او منتهيه بحرف ايه؟ ساكن متحرك ساكن، اضاعف الحرف الاخير. يعني اعمل كمان مره وبعدين احط ايه؟ اي ان جي. تمام؟ ده عشان احط اي ان جي للفعل. طب لو فعل انتهى باي، لا بحط اي ان جي عادي، سواء قبلها ساكن او متحرك، مالهاش دعوه بالحاجات اللي احنا قلناها من شويه. خلاص؟ دي القواعد بتاعت الاي ان جي. طيب نعمل جمله، قلت لك مثلا اي ستادي انجلش افري داي. انا بذاكر انجليزي كل يوم. قلت لك حط لي ناو. اول حاجه في سؤال الرايت عشان احل سؤال الرايت، صح، ان انا اعرف انا هشيل ايه عشان احط الكلمه دي، او لما اجي احط الكلمه دي هغير ايه في الجمله. تمام؟ طيب انا عندي هنا ناو. ناو يعني ايه؟ دلوقتي او الان. طيب الان ده ايه؟ ظرف زمان، صح. طب انا عندي ظرف زمان تاني في الجمله بالظبط every day. يبقى عشان احط ده لازم اشيل ده. ما ممكن اقول لك مثلا اي بلاي تنس، اقول لك حط لي هي، يبقى لازم اشيل الفاعل عشان احط فاعل مكانه، مش هحط اتنين فاعلين. برضه ما ينفعش اقول لك كل يوم دلوقتي، ولا دلوقتي كل يوم. انا عندي كل يوم، عايز احط دلوقتي، يبقى اشيل دي اول حاجه. طب تاني حاجه ناو دلوقتي استخدم مضارع بسيط ازاي؟ الجمله دي مضارع بسيط، فاعل فعل مفعول به، مضارع بسيط، صح. طب انا بقول لك دلوقتي، ما ينفعش تيجي مضارع مضارع بسيط، تيجي مضارع ايه؟ مستمر. طب المضارع المستمر بيكون من ايه؟ فاعل اما اوز او ار، فعل اي ان جي مفعول به. تمام؟ او واخد من الجمله الفاعل الاول اهو اي، بيجي بعده ام اوز او ار، الاي تاخد مين؟ ام، وبعد كده الفعل ستادي، ها، واعمل فيه اي ان جي ستادينج، وبعدين مفعول به مين؟ انجلش، لا انجلش الاول ناو، ام ستادينج انجلش ناو. لو فعل انتهى باي اي شيل الاي اي وخليها واي. يعني مثلا داي، داي مثلا تبقى ايه؟ داينج. امال انا اشيل واي واحط ان جي؟ لا، احنا قلنا الكلام ده في المضارع البسيط والمضارع البسيط. ايه؟ داي، اه اللي هي يموت. تمام؟ طيب فقلت لك ايه؟ I'm studying English now. انا بذاكر انجليزي دلوقتي. عايز انفيها؟ بس نوت، نوت دي تحط فين بقى؟ قلنا النفي دايما بيتحط بعد الفعل المساعد. اصعب زمانين بنشتغل عليهم اللي هم مين؟ المضارع البسيط والمضارع البسيط، لان هم ما بيجيش معاهم فعل مساعد. اي زمن تاني الفعل المساعد بتاعه بلاقيه اهو قبل الفعل بتاعي، بعد الفعل، او بين الفعل والفعل. ده اللي بشتغل عليه. عايز اسال هسال بيه، عايز انفي انفي بيه. خلاص، في كل الازمنه اللي جايه بقى، سواء مستقبل او ماضي او مضارع تام او ماضي تام او اي زمن تاني، بلاقي الفعل المساعد بتاعي بشتغل عليه. ما عدا المضارع البسيط والماضي البسيط مفيش، فانا اللي بجيبه من دماغي. تمام؟ فقلت لك ام ستادي انجلش ناو، عايز انفيها. انا بنفي مين الاول، الفعل الاساسي ولا المساعد؟ المساعد. يعني ما ينفعش اقول ام ستادينج نوت مثلا، لا I'm not studying، بشتغل على المساعد اللي هو ده.
ف I am studying يبقى ايه؟ I am not studying English. مش English. 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 Now. طيب عايز اسأل. هسأل بمين؟ احنا قلنا السؤال yes or no question بيكون من ايه؟ فعل مساعد. فاعل. فعل مفعول. صح؟ فعل مساعد عندي اللي هو مين؟ am. خلاص الجملة دي ماليش دعوة بيها بقى. دي انتهت خلاص. حولناها المستمر وشغلين دلوقتي على المستمر. تمام؟ فبعمل ايه؟ I am دي دايما في السؤال بتحول لايه؟ Are you. مش انا قلت ببدأ بفعل مساعد؟ هعكس. اي زمن تاني غير مضارع بسيط والمضارع البسيط عايز تخليه سؤال اعكس. بس. اعكس مين؟ الفعل والفعل المساعد. بقى سؤال. يعني مثلا I have يبقى have you. I am يبقى are you. He is يبقى is he. He can يبقى can he. He will يبقى will he. اي زمن بقى غير مضارع بسيط والمضارع البسيط هما يعتبروا اصعب زمنين عشان انا اللي بجيب الفعل المساعد من عندي. بقيه الازمنه كلها افعالها موجوده. فايام دايما قلنا الاي بتحول لايه؟ الاي دايما بتحول السؤال لايه؟ ليو. طب يو تاخد مين؟ ار. يبقى ار يو. يبقى ايام دايما في اي جمله ايام بتحول ايه في السؤال؟ لار يو. وكمل الجمله زي ما هي. ستادينج انجلش ناو. ار يو ستادينج انجلش ناو. قلنا اي سؤال يبدا بفعل مساعد بعمل ايه؟ يس او نو واعكس. يبقى يس اي ام. هي اليو بتحول ترجع تاني اي زي ما كانت. اصل انا ليه الاي بتحول يو في السؤال؟ فانا بقول لك مثلا اي ام ستادينج انجلش. انا بذاكر انجليزي. فانت لما تيجي تساليني تقولي لي ايه؟ هو انا بذاكر ولا تقولي انت بتذاكر؟ ايه؟ ار يو ستادينج انجلش. ما ينفعش اقول يو. احنا قلنا هسال يبقى لازم ابدا بفعل مساعد. ما ينفعش ابدا بفاعل. يو ستادي انجلش يعني انت بتذاكر. امال دو يو ستادي هل انت بتذاكر او ار يو ستادينج هل انت بتذاكر دلوقتي؟ لازم ابدا بفعل مساعد عشان اخليها سؤال. طيب هنا قلت لك ايه؟ ليه الاي بقت يو؟ ليه دايما بقول لك الاي في السؤال في الجمله بتحول يو في السؤال؟ هنا بقول لك ايه؟ ار يو ستادينج انجلش انت بتذاكر انجليزي؟ هتقولي يس يو ار ايوه انت بتذاكر ولا يس اي ام ايوه انا بذاكر. حتى بالعربي اهو انت بتذاكري؟ اه انا بذاكر. انت بتلعبي؟ اه انا بلعب. صح؟ فسالتك قلت لك انت رديت عليا قلت لي ايه؟ ايوه انا. فدايما اليو بتحول لاي والاي بتحول ليو. لو لقيتها يو في السؤال خلاها اي في الاجابه، لقيتها اي في السؤال خلاها يو في الاجابه. تمام؟ يبقى يس اي ام او نو اي ام نوت. طيب لو عايز اسال بوات اولا وات بتسال عن مين؟ عن المفعول به؟ المفعول به وات. يعني الجمله دي اي ام ستادينج انجلش ناو. الجمله دي اهي عايز اسال عليها سؤال بوات. اول حاجه هنحط وات. طيب وات بتسال عن مين الاول؟ يعني وات اجابتها ايه؟ ستادينج ولا انجلش ولا ناو؟ انجلش. صح؟ يبقى انت بتذاكر ايه؟ يبقى اول حاجه اعملها ان انا اشيل دي خالص. يعني دي الاجابه. ما احنا قلنا عشان اعمل سؤال في اي زمن اول حاجه شوف لي الزمن بتاعك كونه صح. حط لي اداه الاستفهام فعل مساعد فاعل فعل. وتاني حاجه شوف الاجابه اجابه اداه الاستفهام دي ايه. يعني وات بتسال عن مفعول به يبقى اول حاجه شيل مفعول به. طب استخدمت وير يبقى اول حاجه قبل ما اعمل السؤال اصلا شيل المكان اللي عندك. استخدمت وين يبقى اول حاجه شيل الوقت اللي عندك. استخدمت واي يبقى اول حاجه شيل السبب من الجمله وبعد كده ابدا بقى افكر هكون السؤال ازاي. تمام؟ طيب فاضل لي ايه؟ اي ام. قلنا في السؤال بتحول لايه؟ اي ام بتحول لايه؟ ار يو. وبعد كده studying now. What are you studying now؟ بتذاكر ايه دلوقتي؟ What are you studying now؟ بتذاكر ايه دلوقتي؟ تقول لي ايه؟ I am studying English. What are you studying now؟ تقول لي I am studying English. دي الاجابه بتاعتي. تمام؟ طيب لو العكس جبت لك سؤال وعايزك تجاوب عليه مش جبت لك اجابه وعايزك تسال. انا جبتها لك العكس اهو. انا هنا جبت لك سؤال وعايزك انت اللي تجاوب بقى. فقلت لك مثلا ايه؟ what are you eating؟ بتاكل ايه؟ وقلت لك بين قوسين حط لي كلمه fish. تمام؟ اول حاجه هعملها احنا قلنا لو عندي السؤال في what او اي اداه استفهام بعدها do او does او did بشيل الاثنين اداه الاستفهام والفعل المساعد اللي هو do او does او did لان هما ما بيجوش في الجمله. صح؟
بس بقيه الافعال المساعده كلها بتيجي في الجمله وبتيجي في السؤال ما عدا دو او داز وديد. فلما اجي عندي سؤال في دو او داز او ديد قلت بشيل الاثنين خالص، اي اداه استفهام ثانيه بسيبها زي ما هي. يبقى انا هنا هشيل ايه عشان اجاوب؟ هشيل وات بس اللي هي اداه الاستفهام بس. فاضل لي ايه؟ ار يو. يو بتتحول لايه؟ اي. احنا قلنا الجمله تكون ايه؟ فاعل، يبقى اي. ها وبعدين هعكس ار يو تبقى ايه؟ اي ام. ايتينج الفعل بتاعي زي ما هو فش. المهم ان انا في الاخر اطلع التكوينه بتاعتي مظبوطه، اللي هو الفاعل زائد ام او زو ار زائد الفعل متضاف له اي ان جي زائد المفعول به. كده انا عملت جمله مظبوطه. الغلطه برضو اللي معظمكم بيغلط فيها ان هو يقول لك ايه؟ وات ار يو ايتينج؟ يقول لي اي ايت فش. انا سالك مضارع مستمر جاوبني مضارع مستمر. وات دو يو ايت؟ واحد يقول لي ايه؟ اي ام ايتينج فش. وات دو يو ايت؟ ده مضارع بسيط فجاوبني مضارع بسيط. سالتك مضارع مستمر جاوبني مضارع مستمر، سالتك مضارع تام جاوبني مضارع تام، سالتك مستقبل بشوف الزمن بتاعي واجاوب عليه. تمام؟ تمام؟ طيب ده بالنسبه للتكوين والنفي والسؤال. حد مش فاهم حاجه؟ اي حد عنده مشكله فيه؟ طيب استخدمه امتى؟ اول حاجه واكتر حاجه معروفه ان انا بستخدمه امتى يا رجاله؟ حاجه بتحصل دلوقتي. حاجه بتحصل دلوقتي، انا بذاكر دلوقتي. طب انا على طول بذاكر اي ستادي انجلش مثلا، انا متعود اذاكر انجليزي. طب انا دلوقتي قاعد بذاكر يبقى ام ستادينج انجلش ناو، انا دلوقتي بذاكر انجليزي. تمام؟ اي ايت فيش متعود اكل سمك او بحب اكل السمك. ام ايتينج فيش ليت ام واي ان جي يبقى بتحصل دلوقتي. ام ايتينج فيش يبقى ايه؟ انا دلوقتي قاعد باكل سمك. تمام؟ يبقى بستخدمه مع حاجه بتحصل دلوقتي. شيء يحدث لفتره مؤقته. يعني ايه؟ لما اقول لك مثلا اي ام ليفينج ويز ماي فازر، انا عايش مع ابويا في البيت. تمام؟ انتل اي فايند ا فلات، لحد ما الاقي شقه. فيبقى دي حاجه دايمه ولا حاجه مؤقته؟ مؤقته. طب هو انا عايش مع ابويا دلوقتي حالا ولا عايش مع ابويا بقالي مثلا 30 سنه ولسه مكمل؟ فيبقى دي حاجه مش بتحصل دلوقتي، دي حاجه بتحصل بقى لها 20 30 سنه، صح؟ بس لفتره مؤقته. طب ايه الفرق لما اقول لك اي ليف وذ ماي فازر وام ليفينج وذ ماي فازر؟ لو قلت لك اي ليف وذ ماي فازر معناها ان انا خلاص قاعد وثابت ودايم في الحاجه دي، ووضع دائم بالنسبه لي. اي ليف وذ ماي فازر، عايش في بيت ابويا. امال ام ليفينج وذ ماي فازر حتى لو من غير ما اكمل الجمله اقول لك ايه؟ انتل اي فايند ا فلات او انتل اي ترافل او انتل مش عارف ايه. لو قلت لك ام ليفينج وذ ماي فازر من غير ما اكمل حتى، انت تفهم من كلامي ان الحاجه دي مؤقته مش دايمه. تمام؟ اي ليف وذ ماي فازر معناها ان انا خلاص ثابت. لما اقول لك مثلا اي ورك ات ذيس سكول او ذات سكول، شغال في المدرسه دي. تمام؟ لا قلت لك اي ورك معناها خلاص ان انا قاعد وثابت ودايم في المدرسه دي مش ماشي. امال لو قلت لك ام وركينج ات ذيس سكول من غير ما اكمل برضه، من غير ما اقول لك مثلا انتل اي ترافل ابرود او انتل اي جو تو انذر سكول او انتل اي حاجه ثانيه، من غير ما اكمل الجمله تفهم ان هي مؤقته. تمام؟ يبقى لو استخدمت المضارع المستمر مع حاجه دايمه اعرف ان الحاجه دي مش دايمه، يعني اعرف الحاجه دي لفتره مؤقته، هتدوم شويه وبعد كده خلاص هغيرها. زي ما قلت لك اي ليف وذ ماي فازر وام ليفينج وذ ماي فازر. مفهوم الحته دي؟ طيب امتى استخدم مضارع مستمر كمان؟ يبقى اول حاجه قلناها شيء يحدث الان، شيء يحدث لفتره مؤقته. ثاني حاجه شيء يحدث لفتره مؤقته. ثالث حاجه شيء على وشك الحدوث، حاجه ها تحصل في المستقبل. استخدم مضارع مستمر؟ استخدم مضارع مستمر بشرط ايه؟ بشرط وجود كلمه من الكلمات الداله على المستقبل. يعني لو قلت لك اي ام traveling to Cairo، انا دلوقتي في الطريق من غير ما اقول لك ناو، من غير ما اقول ناو، معنى ان انا استخدمت قلت لك I'm traveling to Cairo معناها انا دلوقتي في الطريق رايح القاهره، من غير ما اقول لك ناو، من غير ما اقول لك at the moment، من غير ما اقول لك right now، من غير ما اجيب لك اي كلمه من الكلمات الداله على ان انا دلوقتي حالا في الطريق. تمام؟ قلت لك I'm traveling to Cairo سكت معناها دلوقتي في الطريق رايح القاهره. طب لو نفس الجمله قلت لك I'm traveling to Cairo tomorrow، يبقى تحولت في لحظه ان هي من ان انا دلوقتي في الطريق لان انا لسه هسافر بكره. يبقى المضارع المستمر ممكن يجي مع المستقبل في حاله ايه؟ بشرط ايه؟ بشرط يجي معاه كلمه من الكلمات الداله على المستقبل. تمام؟ طيب احنا خدنا قبل كده برضو قلنا المضارع البسيط هو كمان ممكن يجي مع المستقبل. امتى؟
البسيط ممكن يجي مع المستقبل وممكن يعبر عن المستقبل بشرط ايه؟ لا مواعيد ثابته مش وقت ثابت، للمواعيد الثابته اللي هو زي ما قلنا ميعاد الطياره ميعاد السفينه ميعاد الباخره ميعاد القطر ميعاد المترو، حاجات اللي لها مواعيد ثابته ممكن استخدم معاها مضارع بسيط للمستقبل. طيب ممكن استخدم مضارع مستمر كمان مع المستقبل زي ما قلت لك حاجه هتحصل بس بشرط مش من غير خلي بالك دي غير going to. going to معروفه ان going to لو جه بعدها فعل في المصدر يبقى معناها ان هي ايه؟ مستقبل، بتدي معنى المستقبل. امال دي التكوينه الثابته او التكوينه الاساسيه بتاعت المضارع المستمر. دي واحده. دي التكوينه الاساسيه بتاعت المضارع المستمر. لو زودت لها بس كلمه تدل على المستقبل بقت مستقبل. تمام؟ يبقى احنا تاني هستخدم المضارع المستمر امتى يا رجاله؟ حاجه بتحصل دلوقتي. امتى يا رجاله؟ حاجه بتحصل دلوقتي. وايه؟ وحاجه تحدث لفتره مؤقته وحاجه على وشك الحدوث بشرط وجود كلمه تدل على المستقبل. تمام كده؟ يبقى دي الثلاث استخدامات بتوع المضارع المستمر اللي عندي، حاجه بتحصل دلوقتي حالا او حاجه بتحصل بقى لها فتره بس الفتره مؤقته وبعد كده تنتهي، ثالث حاجه قلنا ايه؟ حاجه هتحصل في المستقبل بشرط وجود كلمه من الكلمات الداله على المستقبل. ده بالنسبه للمضارع المستمر، في اي مشكله؟ حد مش فاهم حاجه؟ طيب نخش على الماضي المستمر. ناخد الماضي البسيط، احنا خدنا قبل كده المضارع البسيط قلنا بيتكون من ايه؟ فاعل، فعل، مفعول به. طب الماضي البسيط بيتكون من ايه؟ فاعل، فعل، مفعول به. كل الازمنه في الانجليزي بتتكون من ايه؟ فاعل، فعل، مفعول به. احنا قلنا قبل كده التكوينه العامه لاي جمله في اي زمن في الانجليزي فاعل، فعل، مفعول به. كل زمن بقى فيه حاجه بتميزه عن الزمن الثاني. يعني المضارع البسيط قلنا فاعل، فعل في المضارع، مفعول به. مفيش فعل مساعد بيجي قبله الا في السؤال والنفي، صح؟ الماضي البسيط فاعل، فعل في الماضي، مفعول به. فرق بين المضارع فاعل، فعل في المضارع، مفعول، ماضي فاعل، فعل في الماضي، مفعول. بس يعني لو قلت لك اي play tennis انا بلعب تنس I played نفس اللغة تنس يبقى انا لعبت تنس. ده الفرق بين المضارع البسيط والماضي البسيط. بس كل الفرق ان انا هنا فعل في المضارع هنا فعل في الماضي، تكوينة واحدة والنظام واحد. بس في المضارع كنت بسأل طبعا بدو او داز، صح؟ طب قلنا الماضي من دو داز ايه؟ ديد. بس في كنت باين في دونت و دازنت، الماضي من دونت و دازنت ديدنت، بالظبط كده. طيب يبقى بقى الماضي البسيط قلنا بيكون من ايه بقى تاني؟ فاعل يا الماضي البسيط ماضي البسيط فاعل زائد فعل زائد مفعول به. بس فعل ايه؟ في الماضي. تمام؟ فلو حطيت فاعل، فعل في مضارع مفعول بقى مضارع بسيط، فاعل ماضي مفعول ماضي بسيط. فاعل ماضي مفعول، فاعل ماضي مفعول، فاعل ماضي مفعول به. ده اللي هو مين؟ الماضي البسيط. طيب الماضي الفعل في الماضي ده ليه شكلين. في عندي فعل بسميه فعل منتظم وفي عندي فعل بسميه غير منتظم. غير منتظم ده يحفظ. لانه ملوش قاعده ثابته، يعني مثلا جو الماضي بتاعها went، دو الماضي بتاعها did، eat الماضي بتاعها ate، see saw، drink drank، run ran، swim swam. كل دي افعال وكلهم مش شبه بعض، يعني لو جيت تشوف ate وswam ودرانك وران كل واحد ليه شكل مختلف عن التاني، عشان كده بقول ايه؟ يتحفظوا. طيب الفعل المنتظم هو الفعل زي ما كنت بحطه في المضارع كده دي اس او اي اس او اي اس، في الماضي برضه بحط الفعل وازود له ايه؟ دي او اي دي او اي اي دي عشان احوله من مضارع لماضي. طيب انا اعرف منين اصلا ان الفعل اللي انت جايبه لي ده هو مضارع بتاع منتظم ولا غير منتظم؟ بمنتهى البساطه الافعال الغير منتظمه تقريبا اللي هيقابلوك في حياتك كلها حوالي 50 60 فعل بيتحفظوا. هتلاقي فعل جاي لك انت ما شفتوش قبل كده مش موجود في الافعال الغير منتظمه دي، يبقى خلاص فعل منتظم حتى لو ما قابلكش قبل كده او ما شفتوش قبل كده. طالما الفعل ده ما قابلكش في الافعال الغير منتظمه اللي انت حافظها يبقى على طول فعل منتظم، لان احنا عندنا مثلا افعال الغير منتظمه زي ما اقول لك 50 60 فعل، افعال المنتظمه كتير جدا الافات، فمش هحفظ الالافات واسيب ال 50 60، لو انا احفظ ال 50 60 ولما يجي لي فعل مش فيهم يبقى خلاص الفعل ده غالبا بيبقى منتظم، يعني لان انت طبعا مش حافظهم كلهم. فانا لما بيجي لي فعل
مش في الافعال الغير منتظمه اللي انا حافظها، يبقى على طول الفعل ده منتظم، عايز اجيبه في الماضي واحط له دي او اي دي او اي اي دي. طب امتى دي وامتى اي دي وامتى اي اي دي؟ قال لك يا سيدي اول حاجه لو اخره اي، لو الفعل ده انتهى بايه؟ باي، بحط له دي. زي مين؟ بيك، الماضي بتاعه بيك يخبز، الماضي بتاعه بيجد، تمام؟ اخره ايه؟ فبحط له ايه؟ دي بس. يبقى لو الفعل اخره ايه بحط له دي بس. تاني حاجه لو قال لك لو الفعل في الطبيعي او في العادي بحط اي دي. في الطبيعي بحط ايه؟ اي دي. زي مثلا واتش يبقى ايه؟ واتشد. واتش احط لها اي دي. تمام؟ كلايم اللي احنا سالنا عليها يبقى ايه؟ كلايمد. طب لو اخره ايه مثلا زي ايه كمان؟ زي يوز يبقى ايه؟ يوزد. حط دي بس. طيب الاي اي دي نفس الاي اي اس اللي كانت في المضارع، كنا بنحطها امتى؟ لو انتهى بواي وقبلها حرف ساكن. برافو، نفس الفعل بتاعي ستادي، اخر واي قبلها حرف ساكن، شيل الواي وحط مكانها اي اي دي يبقى ايه؟ ستادد. تراي نفس الفعل برضه اللي كنا واخدينه يبقى ايه؟ ترايد. قلنا لو الفعل بتاعي انتهى بإي بحط له دي بس، زي بيك، بيكد، يوز، يوزد. لو الفعل بتاعي في العادي او في الغالب بحط الفعل ايه؟ اي دي. تمام؟ لو ما انتهاش بإي وما انتهاش بواي قبلها حرف ساكن. انتهى بواي قبلها حرف ساكن زي دي، ابص على الحرف اللي قبل الواي الاول. تمام؟ انتهى بواي قبلها حرف ساكن بشيل الواي احط مكانها اي اي دي. تمام؟ زي دي برضه تراي، واي قبلها حرف ساكن، شيل الواي واحط مكانها اي اي دي. تمام؟ تمام؟ طيب ده بالنسبه لتكوين. طيب عشان انا في واسال بقى، احنا قلنا الجمله اي زمن بشتغل على كام حاجه؟ على تكوين الجمله وعلى النفي وعلى السؤال وعلى الاستخدام، ده اهم حاجه عندي. تمام؟ فاحنا خدنا تكوين الجمله خلاص، قلنا احط الفعل الاول وبعدين اجيب الفعل في الماضي. لو الفعل ده منتظم احط له دي او اي دي او اي اي دي، لو الفعل ده غير منتظم احط الفعل بتاعه في الماضي. يعني مثلا سي الماضي بتاعها saw, eat, ate, drank, drank, run, ran, swim, swam وهكذا. وبعدين بحط المفعول بيه عادي ماليش دعوه بيه. طيب تاني حاجه عندي قلنا النفي بتاع الجمله هنفيها ازاي؟ طبعا في الماضي احنا قلنا في المضارع بقى كنت استخدمت مين؟ دو وداز. الماضي بتاعهم مين؟ ديد. كنت بنفي بدونت ودازنت. الماضي بتاعهم مين؟ ديدنت. تمام، يبقى انا برضو هنا استخدم ديد في السؤال. بتيجي فين؟ في السؤال. ها والاختصار مكانها فين؟ قبل الفاعل. طب ديد بتيجي مع مين؟ لا مع كل الضمائر عادي، مع كل الضمائر. ما هي الماضي بتاع دو والماضي بتاع دز، فبتاخد اللي بيجي مع دو وبتاخد اللي بيجي مع دز، بمعنى اصح بتاخد الضمائر كلها. طيب العكس ديد ديدنت او ديد نوت. تمام؟ وخلي بالكم قلنا كمان ايه؟ ان دو ودز وديد التلاته دول بيجي بعدهم ايه؟ فعل في المصدر. فزي ما كنت في المضارع كده مع داز او دازنت كنت بشيل الاس من الفعل ارجع الفعل لاصله، برضه هنا مع ديد هرجع الفعل لاصله لان لازم يجي بعدها فعل في المصدر. دو وداز وديد او دونت ودازنت وديدنت لازم يجي بعدهم فعل في المصدر. فلما تلاقي عندك جمله ماضي عايز تستخدم ديد او ديدنت لازم ترجع الفعل لاصله. طيب ديدنت بتيجي فين؟ في النفي طبعا. مكانها فين؟ بعد الفاعل. تمام؟ فلو قلت لك جمله مثلا اي played tennis، انا لعبت تنس، قلت لك انفي الجمله دي. ايوه يبقى اي، كل اللي هعمله ان انا اشوف فعل في الماضي. فاكرين لما كتبت لكم هنا كده قلت لك لو لقيت عندك فعل في المصدر لو انت نسيت مثلا او مش حافظ او كلام من ده، بص على الفعل بتاعك في الجمله. لو لقيت فعل في المصدر هسال بدو وانفي بدونت. لقيت فعل متضاف له اس اسال بدز وينفي بدزنت. لقيت فعل في الماضي يبقى اسال بمين؟ بدد وانفي بدزنت. ده الكلام ده امتى؟ لما تلاقي جمله زي دي كده جاي لك الفعل والفعل على طول. كل الازمنه قلت لكم بيجي دايما الفاعل وبعدين يقوم جاي لك هنا كده فعل مساعد وبعدين الفعل. هنفي بالفعل المساعد اللي عندي، هسأل بالفعل المساعد اللي عندي، ما عدا المضارع البسيط والماضي البسيط ما بيجيش فيه فعل مساعد، بيجي لك الفعل وبعده الفعل على طول. فلما الاقي فاعل لازق فيه الفعل على طول اقوم باصص بقى خلاص يبقى انا كده هستخدم واحده من دول. طالما مفيش فعل مساعد يبقى انا خلاص هستخدم واحده من دول، دو او داز او ديد. فبص على الفعل، لو انت نسيت مثلا مين اللي بياخد اس ومين اللي بياخد داز ومين اللي بياخد دو ومين اللي بياخد ديد،
او مش او ما حفظتهاش او ايا كان السبب. تمام، هقوم بص على الفعل بتاعي ده، لقيت الفعل ده في المصدر مش محطوط له حاجه، يبقى اسال بدو وان في دونت. الفعل متضاف له اس يبقى اسال بداز وان في دازنت. فعل في الماضي زي ده متضاف له اي دي بتاعه الماضي اهيت، يبقى اسال بمين؟ بديد وان في دازنت. وخلي بالي برضو يعني خليك بص دايما خلي دول في دماغك الحته دي، وان دو وداز وديد بيجي بعدهم فعل في المصدر. لو دول في دماغك دايما مع اي زمن الاقي الفاعل وجاي بعد الفعل على طول، يبقى دايما لو هتشتغل في الازمنه اول حاجه هبص عليها عندي هنا فعل مساعد يبقى هستخدمه. يعني مثلا عندي ام حط لها نقطه لو عايز تنفي، اعكس لو عايز تسال، عندك واز حط لها نقطه لو عايز تنفي، اعكس لو عايز تسال، عندك هاز او هاف، عندك اي ويل، عندك كان، عندك اي حاجه بين الفاعل والفعل هسال بيها وهنفي بيها، ما عدا مين اللي ما بيجيش فيهم؟ مضارع البسيط والماضي البسيط. اهم باصص لقيت عندي فعل في المصدر اسال بدو وانفي بضمت. فعل محطوط له اس هنا كده طالما ما فيش فعل مساعد، فعل محطوط له اس يبقى اسال بداز وانفي بدازنت. فعل في الماضي زي ده يبقى اسال بديد وانفي بدازنت. لقيت هنا اي فعل مساعد تاني استخدمه. خلاص انا بقول الكلام ده لو ما لقيتش فعل مساعد الفعل ولازق فيه الفعل يبقى استخدم واحده من دول. وخلي بالي وانا بستخدمهم ان هم لازم يجي بعدهم فعل في المصدر. خلي بالي وانا بستخدمهم لازم يجي بعدهم فعل في المصدر. تمام؟ طيب نرجع بقى لجملتنا. اي بلاي تنس عايز انفيها، لقيت فعل في الماضي يبقى انفي بمين؟ في الماضي يبقى استخدم مين؟ didn't. واحده واحده يبقى اي didn't. طيب انت قلت لي ان دو داز وديد بيجي بعدهم مين؟ فعل في المصدر. الفعل بتاعي مين؟ played. ارجعه لاصله play، يبقى I didn't play tennis. سهله. طيب لو عايز اسال نفس الكلام، عندي فعل في الماضي بسال بمين؟ ديد. ديد بتيجي فين؟ مين؟ قبل الفاعل قدامك اهي، قبل الفاعل. طيب مين الفاعل؟ مين الفاعل بتاعي؟ اي، يبقى ديد. والاي قلنا بتحول ايه في السؤال؟ يو، يبقى ديد يو. وديد قلنا بيجي معاها مين؟ فعل في المصدر. يبقى بلاي دي يعمل فيها ايه؟ بلاي، يبقى ديد يو بلاي تنس. يس اي ديد او نو اي ديدنت. تمام. طب لو عايز اسال بوات حط اداه الاستفهام. احنا قلنا السؤال بيتكون من ايه؟ اداه الاستفهام، فعل مساعد، فاعل، فعل. في كل الازمنه، في كل الازمنه سواء مضارع او ماضي او مستقبل اي زمن عايز تسال فيه بعد استفهام استخدم اداه الاستفهام، فعل مساعد، فاعل، فعل. طيب اداه الاستفهام عندي وات، فعل مساعد اللي هيجي معاها مين؟ ابص على الفعل بتاعي، فعل في الماضي بستخدم مين؟ ديد، يبقى وات ديد زائد الفاعل اللي هو مين؟ يو زائد الفعل بلاي. وات ديد يو بلاي؟ اي بلاي تنس. طب لما اجي اجاوب بقى، انا عندي سؤال في الماضي عايز اجاوب، مثلا يعني جاب لك سؤال زي ده، وات ديد يو بلاي، وقال لك حط لي بين قوسين كده حط لي تشيس اللي هو شطرنج، جاوب لي على السؤال ده، يعني الجمله دي ماليش دعوه بقى خالص، وقال لك جاوب لي على السؤال ده، هتقوم اعمل ايه؟ اول حاجه خالص هشيل ايه؟ اداه الاستفهام ودو او داز او ديد. لو اي سؤال في اي زمن تاني بشيل اداه الاستفهام بس واعكس، يعني وات هاف يو بلايد يبقى اي هاف بلايد، وات ويل يو بلاي يبقى اي ويل بلاي، وات كان يو بلاي يبقى اي كان، بشيل بس وات واعكس، كان يو يبقى اي كان، او مثلا كان هي يبقى هي كان، وات ويل شي يبقى شي ويل، شيل وات واعكس، ويل شي تبقى ايه؟ شي ويل، وكمل الجمله، وات هاز شي بلايد. تمام؟ هشيل وات يبقى فاضل لي ايه؟ هاز شي، اعكسها يبقى ايه؟ شي هاز، وكمل الجمله. يبقى اي سؤال في اي زمن عايز اجاوب عليه شيل وات واعكس وكمل الجمله عادي. وطبعا حط لي اجابه، يعني سالك بوير جاوب لي، حط لي مكان، سالك بوين حط لي وقت، سالك بهاو جاوب لي بطريقه. تمام؟ طيب ما عدا مين؟ المضارع البسيط والماضي البسيط. لو لقيت اي سؤال في ديد دو او داز او ديد بعمل ايه؟ بشيل اداه الاستفهام ودو او داز او ديد اللي بعدها واكمل الجمله عادي. بس طالما في ديد يبقى الفعل ده خليه فين؟ في الماضي بقى في الاجابه. طالما سالك بديد، لان انا بسالك في الماضي فتجاوبني في الماضي، اعمل لي جمله ماضي اللي هي بتتكون من ايه؟ فاعل ماضي مفعول. تمام؟ فشلت وات ديد فاضل لي يو خلاها اي. ها؟ بلاي يبقى ايه؟ بلايد تشيس، انا لعبت شطرنج، فاعل ماضي مفعول به. تمام؟ دي اللي هي الجمله العاديه بتاعتي في الماضي البسيط. هناخد جمله مضارع وجمله ماضي زي ستادي انجلش. ها طب نبص على الجمله دي، اول حاجه ده مضارع ولا ماضي؟ مضارع. طيب الفعل ده في المصدر ولا محطوط له اس؟
يبقى اسال بمين؟ بدو. احنا قلنا لو لقيت فعل في المصدر دو ودونت في النفي، فعل محطوط له اس داز ودازنت في النفي، فعل في الماضي ديد وديدنت في النفي، صح؟ اول حاجه ابص عليها الفعل بتاعي. طيب الاول عندي هنا فعل مساعد بين الفعل والفعل، يبقى خلاص يبقى انا على طول هستخدم ايه؟ دو او داز او ديد. الفعل بتاعي محطوط له حاجه في الماضي، يبقى اسال بمين؟ بدو، تمام؟ وانفي بدونت. طيب هنفي الاول بدونت، دونت بتيجي فين؟ بعد الفاعل، صح؟ طيب مين الفاعل؟ زي. يبقى زي دونت، وكمل الجمله زي ما هي، كل اللي اعمله احط دونت هنا، ستادي انجلش، تمام؟ عايز اسال برضه نفس الكلام، فعل في المصدر بسال بمين؟ بدو. دو بتيجي فين؟ واحده واحده، دو بتيجي فين؟ قبل الفعل ولا بعده؟ قبل الفاعل، يبقى احط دو الاول وبعدين الجمله اهي، وبعدين الفاعل زي فعل ستادي انجلش. كل اللي انا عملته ان انا حطيت دو في الاول، ما هي الجمله بتاعتها ايه؟ مش هي زي ستادي انجلش؟ زي ستادي انجلش. كل اللي انا عملته ان انا حطيت دو في الاول، بقت سؤال. يعني الجمله كلها زي ما هي، بحط بس الفعل المساعد في الاول، في اي زمن برضه. قلت لك فعل مساعد، فاعل، فعل مفعول. دي طريقه السؤال في اي زمن. ارجعوا تاني للحصه بتاعت تكوين السؤال هتلاقوا الكلام ده كله. طيب يس زي دو او نو زي دونت، يس او نو، اي سؤال يبدا بفعل مساعد، دو او داز او ديد او ام او از او ار او هاز او هاف او ويل او كان، اي فعل مساعد بجاوب عليه يس او نو وعكس. يس ها زي دو، بعكس مين؟ فعل مساعد والفاعل، او نو زي دونت، تمام؟ طب اسال بوات. اول حاجه عشان اسال بدات استفهام اشيل الاجابه من الجمله، فمين الاجابه عندي؟ مش وات بتسال مفعول به؟ شيل المفعول به، شيل انجلش، فاضل لي زي استادي بس. يبقى وات احنا قلنا اداه استفهام، فعل مساعد، فاعل، فعل، صح؟ طيب اجيب مين فعل مساعد معايا؟ لا، الفعل المساعد اللي يجي مع استادي دي فعل في المصدر، يجي مع ايه؟ دو. يبقى وات دو فاعل، فعل، فاعل زي، والفعل استادي. وات دو زي استادي، هما بيذاكروا ايه؟ زي ستادي انجلش، دي الاجابه. طب عايز اجاوب على السؤال ده، قلت لك مثلا حط لي عربيك، خلاص ماليش دعوه بالجمله اللي فوق دي خالص. جبت لك بقى هنا العكس، احنا الاول عملنا سؤال. طيب انا هنا عندي سؤال وعايز اجاوب عليه، قلنا لو لقيت السؤال في اداه استفهام بعدها دو او داز او ديد بعمل ايه؟ قلت بشيل الاثنين. لو لقيت دو او داز او ديد بعد اداه استفهام شيل الاثنين، تمام؟ الاجابه ايه؟ زي ستادي عربيك، بس كل اللي بعمله بشيل اداه الاستفهام ودو او داز او ديد وكمل الجمله عادي. يبقى فاضل لي ايه؟ زي ستادي عربيك، بس تمام. كل اللي عملته شلت دول، فاضل لي الجمله زي ستادي عربيك، دي الاجابه. طب لو ماضي نفس الكلام، شيل الجنب ده بس. لو ماضي، لو قلت لك مثلا زي ستادد في الماضي بقى عربك، ها اقوم بس اول حاجه عندي فعل في الماضي، صح؟ ستادد، يبقى اسال بمين؟ بديد، وانفي بديدنت، بديدنت، تمام؟ طيب عايز انفي الاول، يبقى هنفي بديدنت. ديدنت بتيجي فين؟ بعد الفاعل. بعد الفاعل، مين الفاعل بتاعي؟ زي، تمام؟ يبقى زي ديدنت. وخلي بالك انت لسه قايل لي من شويه ايه؟ ان دو وداز وداد بيجي بعدهم فعل في المصدر، فرجع ستادي ده الاصل اللي هو مين؟ ستادي. يبقى زي didn't study Arabic. طيب عايز اسال برضه نفس الكلام، الفعل بتاعي فعل في الماضي هسال بمين؟ ها قلنا فعل في المصدر هسال بدو، فعل محطوط له اس هسال بداز، فعل في الماضي بدد. احنا قلنا فعل في الماضي اهوت، يبقى اسال بدد. وطبعا قلنا مع ديد لازم اجيب معاها فعل في المصدر، قلنا دو وداز وديد، لو لقيتهم في اي جمله يبقى لازم يجي بعدهم فعل في المصدر، فرجع الفعل ده الاصل اللي هو مين؟ ستادي عربيك. ديد زي ستادي عربيك. عايز اجاوب، قلنا يس او نو وعكس، يبقى يس زي ديد او نو زي ديدنت، تمام؟ تمام. عايز اسال بوات او وات،
قلنا بحط السؤال ايه؟ اداه الاستفهام، فعل مساعد، فاعل، فعل. تمام. مين الفعل المساعد اللي عندي هنا؟ انا ما عنديش هنا فعل مساعد، بس اشوف مين اللي يجي معاها. ديد، يبقى وات ديد. فاعل فعل، فعل مين؟ زي، والفعل ستادي برضو عشان عندي ديد اهي، يبقى وات ديد زي ستادي مش استادت برضو. طالما عندي فعل طالما عندي ديد يبقى لازم احط ايه؟ فعل في المصدر. طيب لو برضو نفس الكلام جاب لي سؤال بقى وانا عايز اجاوب عليه العكس، احنا هنا جبنا جمله وعملنا عليها سؤال. طب لو جاب لي سؤال وعايز اجاوب عليه، قال لك مثلا ايه؟ اكتب لي يا سيدي في الاجابه انجلش. سؤال رايت كده، قال لك اكتب لي انجلش. برضه نفس الكلام، قلنا لو لقيت دو او داز او ديد في السؤال بعمل ايه؟ اشيل مين؟ اداه الاستفهام ودو او داز او ديد اللي بعدها. يبقى اول حاجه اعملها اشيل الاثنين دول، بس خلي بالي السؤال كان بداد يبقى اجاوب في الماضي. لو دو او داز، لو دو يبقى اجاوب بفعل في المصدر، لو داز هجاوب بفعل زائد اس. العكس، مش هنا كنا بنقول لو لقيت فعل زائد اس حط داز؟ لو لقيت داز برضه انت بتجاوب حط فعل زائد اس. لو لقيت كنا بنقول برضه لو لقيت فعل في الماضي هسال بديد، لو لقيت ديد يبقى هجاوب بفعل في الماضي. الاثنين بيجوا مع بعض. لو لقيت ديد في السؤال جاوب بماضي، لقيت داز في السؤال جاوب بايه؟ فعل محطوط له اس. لقيت دو في السؤال جاوب بفعل في المصدر. تمام. يبقى اول حاجه عملتها شلت مين؟ وات ديد، مش عايزه. فاضل لي مين؟ زي ستادي اهي، زي ستادي. بس خلي بالك انا سالك بديد يبقى لازم تجبرها في الماضي. طب ستادي اخرها واي قبلها حرف ساكن، يبقى شيل الواي وحط اي اي دي، يبقى زي ستادد انجلش. شكرا، بس خلاص، يبقى زي ستادد انجلش. يبقى لو جمله عايز اعملها سؤال ولو سؤال عايز اجاوب عليه، في اي مشكله؟ طيب استخدم بقى الماضي البسيط امتى؟ اول حاجه خالص الماضي البسيط عاده في الماضي، حاجه كنت متعود اعملها في الماضي وما عدتش بعملها، او حاجه تمت في الماضي. يعني مثلا بقول لك ايه؟ I always went school in fat. لا لا استنى استنى، مش انت قلت لي ان always usually often sometimes rarely never دي من ظروف التكرار اللي بتيجي مع المضارع البسيط؟ مش انا برضو قلت لكم ان مفيش حاجه اسمها كلمات داله الزمن، وقلت لكم ان ممكن الكلمات الداله دي تيجي مع اي زمن عادي. طيب انا راجل دلوقتي مدرس، ما عدتش بروح مدرسه مثلا، ما عدتش طالب يعني، تمام، او خلصت واتخرجت، فاقول لك والله وانا قدكم كده، انت مثلا بتقول بروح بالتوك توك كل يوم، اقول لك والله وانا قدكم كنت دايما بروح ماشي. I always went to school in foot. مش لازم اقول لك always go، مش لازم يجي معاها مضارع، لا ممكن تيجي مع عادات في الماضي برضو، حاجات دايما في الماضي. اما اقول لك مثلا I never went to school in foot، انا عمري ما رحت المدرسه ماشي، ما رحت. امال I never go، ما بروحش. يعني لو انا لسه طالب مثلا وبروح المدرسه ماشي، فاقول لك ايه؟ I always go to school in foot، انا دايما بروح ماشي. امال انا كنت بروح، فبرضه اقول ايه؟ I always went to school in foot. فكلمات داله مفيش. تمام. طيب بتيجي مع مين بقى؟ حاجات مثلا اي حاجه حصلت في الماضي او اي حاجه تدل على الماضي. برضه مش هقول لك احفظ لي مثلا ago و yesterday و last ومش عارف ايه، هي الحاجات دايما اللي بتيجي معاها اللي هي مين؟ yesterday، last اي حاجه، last week، last month، last year. last يعني اللي فات. تمام. ago اي حاجه، ago، a week ago اسبوع، من اسبوع فات، a month ago، a year ago. تمام. طيب لو اي حاجه تانية بتدل على الماضي برضه استخدم مع ماضي بسيط عادي. طب ايه الفرق بقى بين الماضي البسيط والمستمر؟ احنا قلنا واحده واحده، بص احنا قلنا الفرق بين المضارع البسيط والمضارع المستمر الاول ايه؟ ايوه، والمضارع المستمر اللي هو كلمتين، قلنا المضارع البسيط دائم والمضارع المستمر مؤقت، صح؟ طيب ايه الفرق بين الماضي البسيط والماضي المستمر بقى؟ قال لك ان الماضي البسيط حاجه حصلت في الماضي وعارف امتى بس مش بالظبط، يعني غير انها بتستخدم مع العادات في الماضي او الحاجات اللي حصلت في الماضي او حاجات انتهت منذ فتره. هناخد الكلام ده كله طبعا مع المضارع التام، لان المضارع التام عكس الماضي البسيط في كل حاجه، فهناخد بقى الاستخدامات بتاعته كلها بعد ما ناخد المضارع التام. تمام. امال انا بتكلم دلوقتي في حته عامه بقى، امتى استخدم ماضي بسيط وامتى استخدم ماضي مستمر؟ قال لك الماضي البسيط حاجه حصلت في الماضي وعارف امتى بس مش بالظبط. يعني مثلا بقول لك ايه؟ I played tennis yesterday. انا عارف امتى اللي هو yesterday. طب yesterday امتى؟ الصبح ولا الظهر ولا العصر ولا المغرب ولا بالليل ولا امتى؟ ما قلتش، صح؟ امال قلت لك انا لعبت كوره امبارح الظهر، امبارح الظهر، يبقى حددت الوقت بالظبط، هنا استخدم ماضي مستمر. يعني اقول لك I played tennis yesterday، لعبت تنس امبارح، استخدمت ماضي بسيط فاعل ماضي مفعول I played tennis، اللي هي جمله الماضي البسيط اللي احنا سالنا عليها. طب لو قلت لك لعبت تنس امبارح الظهر، جبت لك مثلا الجمله دي قلت لك اعملها ري رايت، قلت لك I played tennis yesterday، قلت لك حط لي in the afternoon او at 7 o'clock،
او ات نايت او اي وقت محدد في اليوم اللي هو ال 24 ساعه ده، في الحاله دي بتتحول من ماضي بسيط لماضي مستمر. يبقى الماضي المستمر ايه الفرق بينه وبين الماضي البسيط؟ الماضي البسيط حاجه حصلت في الماضي وعارف امتى بس مش بالظبط. امبارح ده كان 24 ساعه ما حددتش انهي ساعه فيهم. قلت لك الاسبوع اللي فات، ما الاسبوع ده 7 ايام. الشهر اللي فات يوم ايه؟ السنه اللي فاتت في شهر ايه؟ تمام؟ يعني اقول لك مثلا ايه، I went to Luxor last year، رحت الاقصر السنه اللي فاتت امتى؟ شهر ايه؟ فقلت لك مثلا، جبت لك بين قوسين كده قلت لك ايه، in January، في شهر يناير. في الحاله دي ما ينفعش اقول ايه ماضي بسيط، لا بحولها لماضي مستمر. فالجمله بتاعتي اللي هي ايه، I played tennis yesterday، قلت لك حط لي in the afternoon، يبقى I was playing tennis yesterday in the afternoon. يبقى لو حددت وقت معين في وسط الكل ده، لو اتكلمت عن حاجه بصفه عامه او وقت عام مش محدد، ماضي بسيط. حددت وقت معين، ماضي مستمر. فيبقى I play tennis yesterday واسكت. طب عايز وقت معين، فاقول لك ايه، I was playing tennis yesterday in the afternoon. I was playing tennis yesterday at 3 o'clock. I was playing tennis yesterday at night. يبقى لو حددت وقت في امبارح ده، ماضي مستمر. ما حددتش حاجه حصلت في الماضي وقت غير محدد، ماضي بسيط. حاجه حصلت في الماضي وقت معروف ومحدد، ماضي ايه، مستمر. تمام كده؟ وهناخد الكلام ده برضه بالتفصيل بعد كده. طيب ده بالنسبه للماضي البسيط. حد عنده مشكله؟ اول حاجه الايه والان قلنا بتيجي مع المفرد، سواء اثبات او نفي او سؤال. طالما مفرد يبقى احط له مين، ايه او ايه. تمام؟ طيب عندي صم، بتيجي مع مين يا عم الحاج؟ بتيجي اولا في الاثبات، وكمان بتيجي مع مين؟ مع العرض والطلب. طب بتيجي مع مين اصلا؟ جمع او لا يعد. تمام كده؟ اثبات وعرض وطلب، بتيجي مع مين؟ مع الجمع او متعدش، ياخد صم. طب اني بتيجي مع مين؟ مع النفي والسؤال. طب بستخدمها مع مين؟ مع عرض ومع جمع او لا يعد. يبقى انت لو لقيت عندك مفرد يبقى على طول ايه او ان، سواء اثبات او نفي او سؤال، ومفرد بستخدم ايه او ان. طيب جمع وما بتعدش، ابص عليه. لو انا بستخدمها في جمله مثبته او عرض وطلب، احط صم. نفي او سؤال، احط مين؟ اني مش اني، اني اللي هي تنطق اذا ما هي عشان معها واي. تمام؟ فانا اقول لك مثلا ايه، there is و there are. اهي there is معناه ايه؟ يوجد. بتيجي مع مين؟ مفرد ولا يعد. تمام؟ there are بتيجي مع مين؟ ما اسمها يوجد برضه. بتيجي مع مين؟ مع الجمع بس. بخلي بالك انت عندك في حاجات بتيجي مع مفرد ولا يعد، في حاجات بتيجي عندك مع جمع ولا يعد. فانت عندك مفرد بياخد مين؟ هناخد بقى على اليمين ايه وان وصام واني، وعلى الشمال هناخد ايه؟ زرز وزرار. هنكتبها كده، بصوا اهو، مفرد جمع ولا يعد، وهنقسمها مع بعض واحده واحده كده. اول حاجه هيجي معايا ايه؟ مفرد، قلنا ايه او انا على طول. تمام؟ طيب هنا ايه او ان برضه. طيب جمع، ده هنقول مثلا هنا ايه؟ اثبات ونفي، وهنا هنقول ايه؟ سؤال. طيب الجمع بيجي مع مين؟ لا دي الجمله برضه، بيجي مع ايه؟ there is، بتيجي مع المفرد ولا يعد. there is. الجمع بياخد مين؟ there are. خلاص؟ يبقى there is مفرد وما بتعدش، there are مع الجمع. طيب ايه الحاجات اللي بتيجي معاها؟ ايه وان. طب الجمع بيجي مع ايه؟ صم في السؤال واني في النفي. طب ولا يعد بياخد صم في السؤال واني في النفي برضه. ماشي؟ نعمل جمله بقى وخلاص. قلت لك مثلا يا عم، there is some juice. juice مفرد ولا لا يعد؟ لا يعد. فحطيت معاه صم، بتيجي مع جمع او لا يعد عادي، بس طبعا ما ينفعش ياخد ايه او ان. تمام؟ طب قلت لك حط لي ايه او ان بقى. ها؟ قولي. There is a cup of juice, a glass of juice, a liter of juice, a bottle of juice, a can of juice. اي حاجه ينفع العصير يتحط فيها.
فتقولي there is برضو لان برضو احنا مفرد a can of juice. طيب قلت لك حط لي ار. there are ايه؟ ايوه هتقول لي طالما ار يبقى حط there are. طب there are بيجي مع مين؟ مع جمع او ما بتعدش؟ مع جمع بس. راحت فين there are؟ مع جمع بس. يبقى there are ايه؟ cans. حول لي a can دي لمين؟ ل cans of juice. ممكن نفس الكلام بس ما اجيبلكش الجمله في النص دي، اقول لك there is some juice واقول لك حط لي there are. يبقى نفس الكلام، هتجيب لي برضه اداه قياس وتخليها جمع عشان تاخد ايه؟ ار. طيب قلت لك ايه؟ there are cans of juice. طيب قلت لك يا عم حط لي ابدا لي ب ار. ها؟ ايوه. are there any cans of juice؟ اني بتيجي في السؤال والنفي. are there any cans of juice. هل في اي كنزات عصير؟ خلي بالك اني بتيجي فين في السؤال، وكنز جمع بيجي معاها مين؟ there are في الجمله و are there في السؤال. حلو جميل، جاوب يس. ها؟ yes there are some kinds of juice. برافو. yes there are some kinds of juice. طب ليه some؟ لان جمله مثبته وعندك جمع، فبيجي مع الاثبات. فين سم؟ تيجي مع الاثبات والعرض والطلب في جمع ولا يعد. فانا عندي جمع فاحط سم، وجمله مثبته احط سم. طب جاوب بنو. نو ذير ار انت اني كانز اوف جوس. برافو. يبقى نو ذير ار تبقى ذير ارنت، وسم ما بيجيش في النفي. مين اللي بيجي في النفي؟ مع جمع او لا يعد اني. يبقى ذير ارنت اني كانز of juice. No, there aren't any cans of juice. تمام؟ طيب احنا هنا سألنا بمين؟ are there any. امتى تستخدم some بقى؟ احنا قلنا some في الإثبات والعرض والطلب. يعني ايه العرض والطلب؟ يعني لما أقول لك ايه؟ would you like، تحب أو عاوز. would you like أو do you want أو what about. تمام؟ كل دول وليتس برضه، كل دول عرض، كل دي عروض اهو بعرض عليك. كلهم ياخدوا مين؟ سم. بس مع مين؟ انا ممكن اقول لك ايه؟ وات يو لايك مثلا ا كاب اوف تي، ممكن يجي بعدها مفرد فاخد ايه او ان. امال لو جاي بعدها جمع او لا يعد يبقى مين؟ سم. يبقى اقول لك ايه؟ وات يو لايك مثلا سم جوس، او وات يو لايك سم بنز، تاخد لك شويه قلم. تمام؟ انا راجل مثلا مدرس فمش عازم عليكم بحاجه، ايه اللي في ايديا؟ اقول لكم خدوا لكم شويه اقلام مثلا. فاقول لك ايه؟ would you like some pens؟ تاخدوا لكم شويه اقلام وانتم ماشيين. would you like some box؟ would you like some english؟ ما هو انجلش لا يعد برضه، فاقول لكم would you like some english؟ او do you want؟ او what about؟ او let's. كل دول بيجي بعدهم some بس مع جمع ولا يعد بس. طيب الطلب اقول لك ايه؟ can I have؟ اما اجي اقول لك would you mind؟ عندك مانع؟ mind هنا مش معناه مخ، mind هنا معناه يمانع. would you mind عندك مانع مثلا if I mind معناها مخ او عقل. brain هي المخ، مولا mind معناها العقل. فقول لك ايه؟ would you mind هنا معناها هل تمانع if I take مثلا some juice؟ استخدمت some ليه؟ لان ده طلب، بطلب منك بس بطريقه مؤدبه شويه. فبقول لك ايه؟ can I have؟ انا عايز شويه عصير، ممكن اخد شويه عصير. فقول لك ايه؟ would you mind if I take some juice؟ عندك مانع يعني ممكن بعد اذنك كده اخد شويه عصير؟ اللي هو مؤدب زياده عن اللزوم يعني. فقول لك ايه؟ would you mind if I take كذا؟ او can I have او can I take. تمام؟ او ممكن اقول لك I want على طول، انا عاوز، ما هو ده طلب. يعني مثلا تروح البيت طبعا مش تقول لماما ماما بعد اذن حضرتك ممكن يعني ماما شويه عصير. I want some juice. I want برضه ايه؟ طلب. فاقول ايه؟ some juice. مفهومه؟ خش على بعده؟ لا. طب خلاص خلاص بس 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 بس. طيب عندنا بقى بعد كده شباب countable and uncountable nouns، الاسماء التي تعد والاسماء التي لا تعد. امتى الاسم بيتعد وامتى الاسم ما بيتعدش؟ بمنتهى البساطه والوضوح والصراحه والتلقائيه، قال لك يا عم الاسم اللي بيتعد هو الحاجه اللي انت بتطلبها باسمها من غير ما تحطها في اداه قياس. يعني لا تقول لي كيلو ولا كيس ولا علبه ولا شكاره ولا جرام ولا متر ولا اي حاجه. يعني عايز قلم، قلم، سبوره، كتاب، باب، شباك، مروحه، تليفون، سلك، حامل، مفتاح،
ترابيزة، نظارة، إزازة، بنت، ولد، كل دي حاجات بتتعد. الحاجات اللي ما بتتعدش قلنا هي الحاجة اللي بتحتاج لأي أداة قياس ممكنة. يعني لما تروح للراجل مثلا تقول له أنا عايز زيت، هيقول لك عايز قد إيه؟ تقول له عايز إزازة، إزازة زيت دي وحدة قياس. عايز كيلو زيت دي وحدة قياس، يبقى ما بيتعدش. لما أقول له مثلا عايز سكر، عايز قد إيه؟ عايز معلقة سكر، يبقى ما بيتعدش. لما تقول له عايز مثلا سكر يقول لك عايز كيلو سكر، ما بيتعدش. كيس سكر ما بيتعدش، علبة سكر ما بيتعدش. طالما حطيته في اي اداة قياس ايا كانت ما بيتعدش. تمام؟ طيب زي ايه يا عم اللي ما بيتعدش؟ كل السوائل، المية، العصير، الزيت، حاجة الساعة، اللبن، اي حاجة سائلة ما بتتعدش. فعشان كده دايما لازم احطها في علبة او في ازازة او كلام من ده. تاني حاجة قال لك الحبوب كلها، الرز والفول والعدس والقمح واللوبيا والفاصوليا، الحاجات دي كلها ما بتتعدش. قال لك البودرة كلها زي مثلا السكر، دقيق، الاسمنت والجبس والرمل والحاجات دي كلها. تمام؟ قال لك الغازات كلها زي الهواء، زي الغاز بتاع البتاع، مش بنجيب انبوبه غاز؟ اهي هو الغاز ما بيتعدش، الغاز بتاع البوتاجاز. احنا بنجيب انبوبه غاز ليه؟ لان الغاز ما بيتعدش، فبنشتريه في وحده القياس بتاعته هي الانبوبه، او الناس اللي موصله غاز طبيعي بتوصل بتحاسب بالمتر المكعب. في برضه في عداد كده بيركب بيعد لك بالمتر المكعب، وحده القياس بتاعتها المتر المكعب، الميه بالمتر المكعب، الكهرباء بالكيلو وات مثلا. طيب في حاجات بقى احنا كلنا فاكرينها بتتعدي ولا ما بتتعديش، زي ايه مثلا؟ الفلوس تتعدي ولا ما تتعديش؟ تتعد. لا ما تتعديش. ليه؟ انا باجي ادي فلوس اقول ايه؟ واحد فلوس، اتنين فلوس، تلاته فلوس، اربعه فلوس. كلمه ماني اللي هي فلوس ما بتتعديش. امال كلمه جنيه؟ 100 ايه؟ 100 جنيه بالظبط، يبقى جنيه هو اللي بيتعدي، امال فلوس ما بتتعديش. فكلمه ماني ما بتتعديش. كلمه بقى باوند، لا كلمه فلوس شامله لكل حاجه. فلما باجي اعد، لما باجي اعد ما بقولش ايه واحد فلوس اتنين فلوس، صح؟ بقول ايه؟ جنيه، اتنين جنيه، تلاته جنيه، اربعه جنيه، خمسه جنيه، ميه جنيه، الف جنيه، مليون جنيه. لا مش بتكلم على الارقام، كلمه فلوس نفسها ماني ما بتتعدش. امال وحده العمله بقى بتاعت الفلوس دي، او وحده القياس بتاعتها هي ايه؟ الفلوس. احنا قلنا الحاجه اللي ما بتتعدش هي اللي لها وحده قياس. ايه وحده قياس الفلوس؟ ايه؟ الجنيه او الدولار او الكلام من ده. تمام، يبقى كلمة ماني بتعدش، كلمة باوند اللي هو جنيه ورق بتعد، كلمة كوين اللي هي العملة الفضية بتعد برضو. تمام؟ دولار بقى أي عملة من دول. طيب تاني حاجة العيش بتعد ولا ما بتعدش؟ خبز، بريد بتعدش. بروح للراجل أقول أنا عايز واحد عيش، اتنين عيش، تلاتة عيش، ولا عايز رغيف عيش؟ عايز 10 رغيفة عيش، عايز 100 رغيف عيش. يبقى كلمة رغيف اللي هي لوف هي اللي بتعد، عشان بيقول لك إيه؟ لوف أوف بريد. فكلمة بريد لوحدها ما بتتعدش، امال كلمه رغيف هي اللي بتتعد. لسه كل دي مقدمه للي بيتعدى ما بتتعدش. طيب يبقى احنا قلنا في حاجات بتتعد وحاجات ما بتتعدش، صح؟ حاجات بتتعد وحاجات ما بتتعدش. تمام. طيب ايه بقى اللي بيجي مع اللي بيتعد اللي ما بتتعدش؟ اول حاجه لو انتوا فاكرين ادوات التنكير اللي هي الاي والان، قلنا بتيجي مع مين؟ الاي والان مع الحاجه لازم يكون ايه؟ عشان احط اداه التنكير لازم اربع حاجات يكونوا موجودين. لازم يكون اسم، لازم يكون اسم، ما ينفعش احط ايه او ان لصفه الا لو بعدها اسم برضه. يعني مثلا هي از اهابي ولا هي از هابي؟ هي از هابي. طب ينفع اقول هي از اهابي؟ اه لو بعدها اسم. هي از اهابي بوي، فالآ هنا عايده على بوي مش على هابي. لو جاي بعدها موصوف او جاي بعدها اسم مفرد نكره يعد، حط لي ايه او ان. فالاربع حاجات لازم يكونوا موجودين عشان احط ايه او ان. ايه؟ لازم يكون اسم، ما ينفعش صفه، ما ينفعش فعل، لازم يكون مفرد، ما ينفعش جمع، لازم يكون نكره، ما يكونش جت سيرته قبل كده في الكلام، لازم يكون يعد، ينفع يتعد. فعندك مثلا رايس وشجر وملك وجوس ووتر واويل والحاجات دي كلها تتعدش، فكلها ما ينفعش اجيب قبلها ايه او ان. ما ينفعش اقول ارايس، لا ممكن اقول لك مثلا اديش اوف رايس، اكيلو اوف رايس. وحده القياس بتاعتها بتتعد، امال هي نفسها ما بتتعدش. ووتر اللي هي الميه لا تعد، اقول ايه؟ a bottle of water، a cup of water، a glass of water، لا a liter of water، مش كيلو، بالليتر. تمام؟ يبقى الوحدة القياس بتاعتها، ما هو انا بحطها في وحدة القياس ليه؟ عشان اعرف اتعامل بيها. انت لما اروح لراجل انا عايز ميه، ميه ميتين ثلاث ميات؟ لا، هقول عايز ازازة ميه، هقول لي اتفضل. عايز كرتونة ميه، هقول لي اتفضل. خلاص كده يا شباب؟ يبقى بحط ايه وان قبل مين؟ الايه والان بيجوا مع مين؟ قال لك لازم اول حاجه يكون اسم، ويكون مفرد، ويكون نكره، ويكون يعد. اسم، مفرد، نكره، يعد. الاربع حاجات لازم يكونوا موجودين. لازم يكون اسم، ويكون مفرد، ويكون نكره، ويكون يعد. طب لو ثلاثه بس؟ لا،
طب لو اتنين بس لا، لازم الاربع حاجات يكونوا موجودين. تمام؟ يعني اقول لك مثلا a car هتطلع ليه؟ لان car اسم ومفرد ونكره ما جتش سكته في كلام قبل كده وينفع يتعدى عادي، فلازم الاربع حاجات يكونوا موجودين. تمام؟ طيب لو عندي بقى عايز اتكلم على كميات او على حاجات كتير من الحاجه دي استخدم ايه بقى يا عم الحاج؟ قال لك اول حاجه لو هي تعد ولو هي لا تعد. اول حاجه قال لك ممكن لو عندك كتير قول ايه؟ a lot of بتساوي lots of، لا يعد وبرضه a lot of او lots of. يعني I have a lot of pens، عندي قلم كتير. I have a lot of friends، عندي صحاب كتير. friends مش حدش يقول لي friends، friends في دي خفيفه كده بتيجي ايه؟ لطش. friends I have a lot of friends، عندي صحاب كتير. اصحاب دول بيتعدوا صح؟ طيب او ممكن اقول لك I have a lot of water، عندي ميه كتير. I have a lot of juice، I have a lot of rice، عندي رز كتير. تمام؟ فممكن a lot of بتيجي مع يعد او لا يعد. تمام؟ طيب لو انا عايز اميز بقى اللي بيتعدى لوحده واللي ما بيتعدش لوحده بحط حاجه اسمها ايه؟ many، دي معناها ايه؟ الاثنين الكثير من. طيب لو عايز اميز بقى بقول ايه؟ many وماتش. many بتيجي مع مين؟ يعد. ماتش بتيجي مع مين؟ لا يعد. دي معناها ايه؟ كثير العدد. دي معناها ايه؟ كثير الكميه. تمام؟ فما بقول لك مثلا ايه؟ I have many مثلا pens، معايا اقلام كتير، معايا عدد كتير من الاقلام. طبعا pen جمع وmany لازم يجي بعدها جمع، فعندك pens جمع اهيت لانها اسم بيعد عادي، قلم قلمين ثلاث اقلام خمس اقلام 100 قلم مفيش مشكله. او I have much rice. طب I have much rice دي قلت لك حط لي فيها many، اعمل فيها ايه؟ I have many ايوه كيلوز. كيلوز لازم يجي بعدها جمع، كيلوز اوف رايس. تمام؟ I have many kilos of rice، لازم تجيب لي لازم كيلوز صح؟ اي اداه قياس تنفع معاه، ما ينفعش تقول لي بوتلز، ما ينفعش تقول لي ازاز رز، اي اداه قياس تمشي مع رز مفيش مشكله، المهم اداه قياس وتجيبها لي جمع. فتقول لي I have many kilos of rice، I have many dishes of rice، معايا كم طبق يعني، مع اطباق كتير. تمام؟ I have اي حاجه جمع تنفع تمشي معايا بس يكون جمع. تمام؟ طيب قال لك ايه كمان؟ عندي طب لو الكميه مناسبه قول ايه؟ enough. تمام؟ طيب وايه كمان؟ enough معناه ايه؟ كافي. I have enough pens او I have enough rice، معايا كميه كافيه من الرز ومعايا عدد كافي من الاقلام. طيب عندي ايه كمان؟ عندي some يعني بعض اللي هو شويه. طيب صم بتيجي مع مين؟ برضه بتيجي مع الاثنين، صم بعض ودي enough يعني كافي، برضه بتيجي مع الاثنين. فاقول لك ايه؟ I have some friends، عن شويه اصحاب شويه اصدقاء، او I have some juice مثلا، معايا شويه عصير، تمشي مع الاثنين. طيب ده لو كتير. طيب عندي بقى لو قليل شويه اقول لك ايه؟ a few و a little. خلي بالك ان عندك فيو وافيو، ليتل واليتل، ايه الفرق بين الاثنين؟ قال لك افيو عدد قليل ويكفي، فيو بس عدد قليل ولا يكفي. يعني احنا مثلا قاعدين دلوقتي 10 15 20 ايا كان، تمام؟ قاعدين مع بعض خمسه مثلا، تمام؟ ومعانا خمس كوبايات شاي، يبقى وي هاف ايه؟ افيو كابز، هم عدد قليل بس مكفينا. احنا قاعدين مثلا اثنين مع بعض او ثلاثه مع بعض، معانا ثلاث كوبايات، هو عدد قليل صح ولا كتير؟ ثلاثه ده كتير ولا قليل؟ قليل بس مكفينا ولا لا؟ فاقول ايه؟ a few. طيب احنا خمسه ومعانا اربع كوبايات، يبقى few عدد قليل ومش هيكفينا. نفس الكلام a little و little، a little كميه قليله وهتكفي. يعني ما بقول لك ايه؟ we have a little rice but it's okay، عندنا شويه رز صغيرين بس هيكفونا، تمام هناكلهم هيشبعونا يعني. طب شويه صغيرين خلاص مش هيكفونا، فاقول ايه؟ we have little rice، عندنا شويه رز صغيرين ومش هيكفوا. يبقى الفرق بين a few و few و a little و little، a few و few قليل ويكفي، a few مش هيكفي، few ده في العدد حاجه بتتعد. طيب قليل في الكميه بقى حاجه بتتعدش، a little قليل وهيكفي، little قليل ومش هيكفي. خلاص؟ طيب عندي حاجه بقى اسمها ايه؟ not
any وهنا برضو بتيجي not any بس الفرق من الاثنين ان في اللي يعد بجيب aren't any وفي اللي لا يعد بجيب isn't any لان الحاجات اللي ما بتتعدش تعامل معاملة المفرد فتاخد is فما اقول لك مثلا في رز اقول لك ايه there is rice ولا there are rice there is rice لان كلمة رز لا تعد فبعملها معاملة المفرد فقول ايه there is rice هناخد there is و there are ان شاء الله برضو لوحدها دلوقتي برضو احنا قولناش حاجة خلاص فاقول لك ايه there aren't any boys مثلا مفيش اي اولاد هنا تمام او there isn't any sugar there isn't any sugar مفيش سكر خالص تمام فطبعا sugar لا تعد تعامل معاملة المفرد فخدت ايه is boys طبعا جمع تاخد مين are خلاص كده